اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله تقضوا معانا وقت ممتع. ان شاء الله ان شاء الله تكون حلقه فيها كواليس كتير واخبار مهمه وتفاصيل اهم. ولكن قبل اي حاجه نقدر نتكلم فيها الحلقه دي، محتاجين نقف عند ذكرى رحيل عمر لطفي بك. عمر لطفي بك محامي مناضل ثوري، كان مناهض للاحتلال الانجليزي. عمر لطفي بك مش مجرد اسم، عمر لطفي بك هو مؤسس النادي الاهلي. ودايما لما نيجي نقف تاريخيا عند تاسيس اي مؤسسه او مكان لازم نرجع للمؤسس وشخصيه المؤسس. عمر لطفي بك لما اختار الاسم مع امين سامي باشا كانت فكره اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني النادي الوطني. كان في كل الترجمات في الوقت ده يا احمد الاهلي بيترجم بكلمه ناشونال. وعلى فكره في المفهوم السائد في المجتمع وقتها زي البنك الاهلي او فكره الجمعيات الاهليه، حتى المنتخب كان بتاع المنتخب الاهلي، هي فكره الوطني. النادي الاهلي منذ تاسيسه وهو يحمل فكرة الوطنية. سهل جدا أي حد يتكلم عن الوطنية، وإحنا لا ندعي أن النادي الأهلي يحتكرها وحده، ولكن موروثنا التاريخي بيدل في ده. النادي الأهلي لو جينا قارنا بأسماء أندية أخرى تغيرت حسب مفاهيم أخرى وتغيرت حسب أشخاص، وبقى النادي الأهلي اسمه ثابت كثبات مبادئه وتاريخه ومفاهيمه. أكيد يا فارس، رحم الله أبو التعاون المصري عمر بيك لطفي. الحقيقة كان بيأسس النادي ده لطلبة المدارس العليا اللي محتاجين مكان رياضي يجتمعوا فيه. والحقيقة بعض الناس طبعا كان معاه إدريس بيك راغب، وكان معاه طلعت باشا حرب ورموز كتيرة جدا، وده اللي خلى بعض الناس تتجه لفكرة إدريس بيك راغب. والكلام عن الماسونية وما شابه فارس، أعتقد النادي الأهلي كان بيؤسس لشركة كرة قدم 1000 سهم، ما قدرناش نبيع ال 1000 سهم تقريبا اللي اتباع، او تحديدا اللي اتباع 703 سهم، جمعنا 3515، اتدفع منهم 3013 فقط لا غير. وعشان كنت تاسس وقتها شركه رياضه عشان تفتتح نادي او تنشئ نادي كان لازم توصل ل 5000. ادريس بيك راغب وطلعت بيك حرب لو هم بالفعل هيفيدوا النادي الاهلي من فلوسهم الشخصيه كانوا ممكن يقدروا يدفعوا المبلغ ده من فلوسهم الشخصيه، لكن لان النادي الاهلي من البدايه هو نادي مؤسسي وابني على فكره المؤسسه، تم اخذ قرض ب 2000 جنيه بضمان ادريس بيك راغب وبضمان طلعت بيك حرب. والحقيقه قدر بعد كده انشانا النادي الاهلي، وتم افتتاحه في فبراير 1909، وكان وقتها الرئيس عزيز عزت باشا فارس. اعتقد تاريخ كبير جدا وتاكيد على فكره الوطنيه لدى النادي الاهلي. احمد يكفينا فخرا ان لما خرجت التظاهرات في اتجاه بيت سعد باشا زغلول بيت الامه، كان النادي الاهلي من اهم الروافد في التحرك في ثوره 1919. تاريخ وطني مشرف، ودايما في كل حلقاتنا في حاجات بنقدر نقف معاها عن تاريخ النادي الاهلي وشخصيات ملهمه. وزي ما قلنا المؤسس بيرتبط بالفكره، بص على كل نادي في فكره المؤسس وانت تعرف مبادئه من اول لحظه كانت ايه. بالمناسبه هو كان من افضل 10 شخصيات مؤثره في تاريخ مصر في نص قرن. في الفتره دي كان ضمن ال 10 شخصيات هو وطلعت بيك حرب طبعا، اعتقد رحم الله عمر بيك لطفي. وبيحضرني جعفر ولي باشا في 1930 في خطبته عن عمر بيك لطفي وهو بيحث الاعضاء في النادي الاهلي اللي كان عددهم وقتها 300 عضو، ان هم يكلموا قرايبهم واصحابهم تعالوا انضموا للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان 1930 300 عضو، الان النادي الاهلي على مرأى ومسمع من الجميع وبيشمل ملايين من المحبين غير طبعا اعضاء النادي الاهلي. ان شاء الله دايما يا احمد بنبني على كده باذن الله، وتاريخنا ملهم زي ما احنا بنقول دايما باذن الله. من النادي الاهلي الوطني للمنتخب الوطني. تحب تبدا بالمنتخب الاول ولا المنتخب الاولمبي؟ لا، نبدا بالحاجه الحزينه عشان ننتقل للحاجه السعيده. فنبدا بمنتخبنا الاول اللي حقيقه يعني انا مش قادر ادرك ايه فكره ان احنا نظهر بالمستوى ده. لاعبين مميزين، وانا ممكن يا احمد كان في بيننا جدل قبل الحلقه، انا مقتنع تماما ان اكيد في احسن عند اللاعبين دي، ولكن انا مقتنع تماما برضو ان دور المدرب الفني او المدير الفني بيفرق كتير جدا. احنا ممكن نبص يا احمد ونشوف اداء تريزيجيه لسه عامل مباريات رائعه وهو اون فاير زي ما بنقول مع استون فيلا،
وممكن نيجي نشوف لاعب زي حسين الشحات كان في مستوى عامل ازاي. لاعبين كتير جدا كانوا بيشاركوا ظهروا بمستويات مخالفه تماما ومغايره للمستويات اللي هم عليها. في رايي سهل جدا تمتلك ادوات جيده، ولكن توظيف الادوات واستغلالها هو احد اهم اسرار كره القدم مهما كان مستوى المنافس. على فكره الفريق اللي كنا بنلعبه الكيني مستواه مقارب لفرق الاهلي قدر يكتسحها بنتائج عاليه جدا، حتى لو في محترفين اكيد مميزين، ولكن ما فيش الفجوه اللي تخلينا نقدر نقول، او حتى تقارب المستوى اللي يبرر لينا المستوى يا احمد اللي كان حاصل. ومقتنع ان كان في تحفظات كتير جدا فنيه هنجيلها بعد كده. بس انا خليني اتفق معاك، يعني طبعا جزء كبير جدا بيتحمل مسؤوليته المدير الفني والجهاز الفني، لكن الحقيقه لاعبي منتخب مصر وتحديدا في الظروف دي في الاجواء اللي بيلعب فيها منتخب مصر الاولمبي، وان انت تبقى قدام فريق انا اسف فريق متواضع جدا فريق الكيني، ان انت يجي في جول وفي باقي حوالي 30 دقيقه ما تقدرش تروح على الجول الا بكره وحيده اللي هي كره تريزيجيه، الفرصه طبعا اللي هي المركبه، والتعامل الضعيف جدا من حارس المرمى اللي بيؤكد ان حارس المرمى ده لو كنت بس حاولت تختبره كنت اكيد هتنجح في تحقيق الاهداف. فاذا كان المدير الفني بيحمل جانب كبير من المسؤوليه لانه هو المسؤول الاول، اعتقد لاعبي منتخب مصر الكبير عليهم مراجعه انفسهم تحديدا، ومنتخب مصر الاولمبي بيثبت اداء في رجولة وفي روح وفي إصرار، لأن دي حاجات كبيرة كتير جدا مكملة للفنيات. فأنت غايب عنك الفنيات لكن كمان غايب عنك الروح، غايب عنك الإصرار، ربما اختيارات أخرى بعد انتهاء البطولة منتخب الأولمبي. أعتقد لازم يتم تغذية منتخب مصر الأول بلاعبين وعناصر كتير جدا من المنتخب الأولمبي، طبعا على رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد اللي عاملين جيم هايل جدا مع بقية زملائهم. قد تفاجأ أن اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الأولمبي قد لا يظهروا بنفس القدر مع المنتخب الاول، لان احنا ما نقدرش ننكر ان في اسماء قويه في المنتخب الاول ومستحيل ده يكون مستواها، ولكن في قاعده يا احمد احنا بنتكلم في كره القدم في التاكتكس هاو تو بيلد اب، انت بتبني ازاي. انا امبارح وانا بتفرج مستحيل يكون في اي حاجه متقاله في بناء الهجمه مهما كان كلام مرسل، انما طريقه التدرج بالكره انا مش فاهمها. فكره ربيعه اللي كان موجود محمود علاء ومستواه جنب حجازي، وفكره التشابه في الادوار ما ادكش الحلول، ما ادكش المساعده، حتى التغييرات بالظبط، تغييره النني قاتله. انت متقدم على كينيا 1-0 وبتحاول تنزل النني على حساب مجدي قفشه اللي هو صانع لعب، ويقدر كمان انت بدل الجول 2 بتحافظ على هدف امام فريق متواضع للغايه اللي هو كينيا، وتكون اول لمسه تقريبا للنني اللي هي عقاب على او بروازه التغيير الخاطئ. جدا يا احمد. طب ندي انطباع للمتفرج والمتلقي ايه لما انا متقدم على كينيا بهدف على ملعبي، بخرج صانع الالعاب اللي بيلعب في مركز رقم 10 وبنزل لاعب وسط مدافع. انت هنا وصلت لعقليه اللاعبين في الملعب ان انا عايز احافظ على الهدف. هو ده احمد اللي بتكلم فيه، هو ده تحديدا فصل القول، ان اللاعبين في كلام متقال لهم على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي وعلى مستوى الشغل التاكتكس في الملعب في مشكله. عايزين نتكلم في حاجه انا ازعم ان هي من الحاجات القلائل اللي كانت كويسه في الماتش. اتكلمنا المره اللي فاتت في الحلقه واتناقشنا عن مشكله المهاجم. النادي قلنا المهاجم بالضبط. الوهمي، واقترحنا اسم كهربا، وانا كنت سعيد لما شفت كهربا، وانا شايف ان رغم مستوى كهربا في المباراه اللي هو مش افضل حاجه عنده، دي من الحاجات القليله اللي كابتن حسام عملها صح. ليه؟ انت يا كابتن حسام حاولت تحل المشكله، بس في نفس الوقت لو انت عندك التوجه ده تجاه كهربا ازاي ما كانش موجود بدري؟ عملت نص الصح يا كابتن حسام، نص صح لا يكفي يعني. اللي هي من اصدق المراحل المباريات اللي احنا لعبناها الوديه، طالما هتشتغل عليه في المباريات الرسميه ليه ما استخدمتوش في المباريات الوديه في المركز الكلام ده ويدينا برضه حاجه تانية، خلفيتك او السيناريو اللي انت بتحضره كمدرب ان انت دفعت بكهربا، ده حل استثنائي ان انت تلعب كهربا في المركز ده، حل استثنائي، ولكن الحلول الاستثنائيه دي محتاجه تحضير. ما صحيتش فجاه اكتشفت ان انا عايز العب كهربا في المركز ده، وعشان كده انا مصمم يا احمد ان في خلل كبير جدا فني كان في المباراه دي، واتمنى تداركه واتمنى تجاوزه، لان الامور مش بالسهوله اللي احنا مقتنعين بيها لو فضلنا ماشيين بالمستوى. ربما موضوع كهربا تحديدا يا فارس كاستخدامه في مباراه رسميه وعدم استخدامه في المباراه الوديه كان مرحله تمهيد لقبول بعض الاراء لوجود كهربا في المنتخب. اعتقد بتكلم فيه ده وان كان حقيقي يبقى كارثه، ما انا بتكلم في كده. وان كان وجود احمد حجازي في نفس المكان برغم انه برضه ما بيشاركش بشكل مستمر مع فريقه برضه بيطرح التساؤل، يعني اشمعنى ما حدش اتكلم على حجازي خالص والكلام كان فقط محوره كهربا. لا، ويطرح التساؤل في حاجه تانية كمان يا احمد، فكره غايه الاحتراف. كل اللاعبين اللي بيخرجوا للدوريات الاوروبيه في قناعتهم ان كلنا هنبقى محمد صلاح، ودي مش حقيقه. في لاعبين السي في بتاعهم في الاهلي لما تمسكه انت تتخض،
على خلاف لاعبين احترفوا بره. مع احترامي احنا سمعنا كتير جدا كابتن احمد حسن وكابتن عبد الظاهر السقه وهم بيتكلموا رغم الاحتراف ورغم تجربتهم الطويله، الا ان اللي ما لعبش في النادي الاهلي غالبا ما شافش كوره وما شافش جماهير. هروح بعيد ليه؟ مستوى رمضان صبحي في الاحتراف كان وصل لمرحله صعبه جدا، وصل لمرحله من السلبيه سواء مع المنتخب القومي او حتى فريقه اللي هو ما كانش بيشارك بصفه مستمره، افتقد شخصيه البطل وجود رمضان صبحي. وعشان نكون واضحين بداية من رينيه فايلر، أعتقد رمضان صبحي في مكانة تانية خالص، بيقدم مستوى مختلف تماما مع المنتخب الأولمبي بغض النظر عن المستوى الفني الهايل. لكن أنا عايز أتكلم كمان على مستوى رمضان صبحي اللي وصله من الاتزان النفسي، أنه يثبت أنه هو قائد جدير شخصية. بحمل شارة القيادة، شخصية غير طبيعية، وخاصة لما تكون بتلعب قدام منتخب ومتأخر 2-1 يكون الكلام يا رجالة هنموت نفسنا، محدش بيموت من الجري، الجماهير بالظبط، الجماهير دي لازم تروح فرحانه وبالفعل يساهم ويسجل هدف، يتلغي هدف صحيح من وجهه نظري، يسجل هدف تاني ونتقدم 3 ونفوز بالمباراه ونيجي قبل المباراه الاخيره برغم الصعود. يؤكد على فكره احنا لازم نطلع الاول، دي شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لاعب بجينات النادي الاهلي. اعتقد رمضان صبحي هو حتى الان ربنا يحفظه طبعا ويحميه نجم المنتخب الاولمبي وعامل حاله كبيره جدا في المنتخب الاولمبي ما كانتش موجوده فارس برغم انه كان محترف في الدوري الانجليزي. حقيقة احمد وده بياكد كلامك. ما هو ده بياكد الكلام. واحنا انتقلنا للمنتخب الاولمبي ببوابه رمضان اللي هي اروع انتقال، ولكن عايز اكلمك في حاجه، فكره رمضان صبحي الموضوع برضه مرتبط فعلا بالنادي الاهلي، لان احنا شفنا رمضان قبل خروجه لتجربه ستوك سيتي واللي نالت منه كتير جدا، احنا بنتكلم في لاعب كان في المباريات الحاسمه في شخصيه زي مباريات المصري وما ادراك ما الضغوط اللي كانت حاصله في التوقيت ده. السوبر المصري وده في لقطه شفناه بيدي توجيهات مع كابتن حسام غالي، يعني انت بتتكلم في لاعب هذا اللاعب ازاي فقد كل ما زرع بداخل مخه وعقله في النادي الاهلي وازاي رجع. على فكره كابتن شوقي غريب بيزعل جدا، كابتن شوقي غريب بعض الحقوق محفوظه، يعني اكيد ليه دور عشان برضو ما نبخسش كابتن شوقي غريب بالتأكيد حقه. لكن هو الدور الابرز عشان نكون واضحين هو ريني فايلر، هو بيتكلم كتير في الموضوع ده، اكيد ريني فايلر واكيد النادي الاهلي قبل اي حاجه. صدقوني يا جماعة اللاعب اللي بيدخل النادي الأهلي بيتغير تماما، وعشان كده هاخد الكلام للاعب تاني مصطفى محمد، لاعب انا وجهة نظري انه عنده من المقومات قد يكون لا يمتلك المهارة الاكبر، لا يمتلك فكرة اللعب بالقدمين بشكل زي مهاجمين كتير شفناهم في تاريخ مصر، ولكن هو مميز في العاب الهواء، بيقدر يخطف جون، ولكن الضغط المتواصل على شخصية مصطفى محمد في فكرة المهاجم الاول، المهاجم اللي احنا افتقدناه من سنين، بدري قوي يا احمد، وشفنا اسماء كبيره جدا زي كابتن بوجي ورضا متولي، نتمنى لمصطفى محمد مسيره افضل، واحنا ده لمصلحه المنتخب ولمصلحه الكره المصريه، ولكن بالراحه يا جماعه شويه واحده واحده. اللي احنا قلناه رمضان عنده من التاريخ والمباريات الدوليه والبطولات اللي يشفع ان احنا دي بتبقى دفعه معنويه، انما مصطفى محمد الدفعه دي ممكن تنزله لتحت شويه. هو بيتوقف على شخصيه اللاعب. صح. قدر اللاعب يتحمل الضغوط دي وقدر يتحمل المسؤوليات، وخاصة ان بالفعل احنا عندنا فراغ في مركز رأس الحربة تحديدا بعد اعتزال عماد متعب، وكان قبل منه عمرو زكي، ولكن عمرو زكي كان يختلف برضو ان هو وصل لمستوى عالي جدا جدا جدا، ومع الضغوط تراجع مستوى عمرو زكي وانتهت مسيرة عمرو زكي. احنا ما نتمناش لمصطفى محمد ان هذه، بالتأكيد نتمنى حتى لو جاله احتراف ان هو يوفق في الاحتراف. انا عندي سؤال ليك، الموضوع بيتوقف على شخصيه اللاعب بس ولا شخصيه اللاعب وشخصيه الجمهور؟ شخصيه اللاعب وشخصيه الجمهور والبيئه المحيطه باللاعب اللي هو النادي، وهنا الموضوع بيقودنا لفكره ان النادي الاهلي على مدار التاريخ هو دايما مصنع الابطال، مصنع شخصيات بتتحمل ضغوط، بنشوف الكلام ده كتير جدا، لعيبه كتير جدا كانت ممكن لو انضمت للنادي الاهلي كانت تقدر تبقى اساطير وتصنع مستقبل ليها مختلف تماما على المستقبل اللي وصلت ليه، ومش عايز اقول امثال. مش عايزين نقول امثال ومش عايزين نفتكر لاعبين كانت بتقول يمين يعيش ويشوف الاهلي بياخد الدوري ما كملتش برضه ظاهره وانطفت، لكن احنا بنتمنى
الاستمرار. نتمنى التوفيق لمصطفى محمد، اكيد ولاعب جيد ولاعب رائع، ولكن احنا بندي له رساله والله فيها حرص عليه اكتر. ما تيجي من تيجي نشوف بقى السوشيال ميديا تفاعلت ازاي مع رمضان صبحي ومصطفى محمد، بما اننا بنتكلم عنهم. موضوع كوميدي جدا طبعا في ظل وجود الاصابات، فالناس بقت تقلق من الاصابات، فبدانا نتجه ان جماهير الزمالك بتحسد الاهلي على رمضان صبحي، فالاهلي يرد عليهم بمصطفى محمد، فجايبين كوميك جميل جدا بيقول ايه الواد رمضان ده، اللهم صل على النبي، الواد واخد الملعب رايح جاي وما بيهمتش. قام رد عليه طبعا اللي هو عادل امام اللي هو بقى بيمثل النادي الاهلي، طب ما انتوا عندكم مصطفى محمد، الواد كل ماتش بجول وجولين وبيلعب ال 90 دقيقه وما بيجيلوش شد حتى، احنا مش عايزين نتكلم يعني. فكانت حاجه ظريفه كده. ان شاء الله اللعيبه الاثنين يرجعوا لفرقهم بشكل محترم جدا بعد ما يخدموا منتخب مصر الاولمبي ويحققوا البطوله ويشرفونا باذن الله في الاولمبياد باذن الله. ان شاء الله يا احمد، واداء رائع من المنتخب وتسع نقاط علامه كامله، وان شاء الله لو كملنا على المستوى ده والروح دي هنحقق حاجه. بس مهم جدا الماتش الجاي، هو كابتن شوقي غريب كان فين لما الجون دخل فيه؟ انا طبعا السوشيال ميديا تفاعل مع الموقف ده بشكل غريب جدا، لكن هو الكابتن شوقي غريب وضحها، والحقيقه انا كلنا تعاطفنا معاه. يعني انا داخل طالع من اوضه اللبس دقيقتين متاخر لقيت الفرقه 2-1، بس عمل حاجه كابتن شوقي غريب حلوه ولازم نشير ليها، ان لما الجهاز الفني قال ان المدافع بتاعنا محمد عبد السلام تم خطا شخصي قدر الغانا تستغل وتجيب الهدف، هو قال ندهت على اللاعب وقلت له انا بتحمل المسؤوليه كامله، العب ما تفكرش في حاجه. هنا بقى الدور النفسي الرهيب اللي يقدر يلعبه اللي لعبه الكابتن شوقي غريب، واللي بيشير بقى لفكره ايه مميزات المدرب المصري مع اللعيب المصري. كابتن شوقي غريب قد يكون تجربته مع المنتخب الاول ما كانتش بنفس النجاح وكان في تحفظات كتير عليها، وعايزين نتكلم في فكره ان كابتن شوقي غريب مع المراحل السنيه دي وشفناه عنده فكره الاب والاحتواء واللعيبه بيبقى قريب جدا منها فبيعرف يعمل حاجه. فنتمنى البطوله تكمل للاخر كده وان شاء الله نشوفهم في الاولمبياد. نروح بقى بما اننا جبنا سيره الاصابات يعني السوشيال ميديا كمان. السوشيال ميديا وطبعا كان منتخب مصر عايز اقول الاولمبي عمل حاله للشعب المصري، وده تشوفها تقدر تشوفها من خلال تدرج الجماهير زيادهم في المباريات. المباراه الاولى رغم ان الافتتاح كان جماهير عدد قليل جدا، المباراه الثانيه لما شافوا روح اللعيبه دي، اعتقد المباراه الثالثه حوالي 50,000 متفرج. اعتقد العب، وده اللي بنقول منتخب مصر او لاي نادي، العب كراجل واثبت وجودك في الملعب، هتلاقي الجماهير دايما بتلتف وراك. ده اللي عمله المنتخب الاولمبي، لكن في عز فرحتنا بالريمونتادا اللي عملها المنتخب الاولمبي في الماتش الثاني بيصاب جماهير النادي الاهلي بخبر هو صادم، وهو اصابه حمدي فتحي في معسكر منتخب مصر. نشوف تفاعل السوشيال ميديا من خلال التويتات اللي اتكتبت. قبل تفاعل السوشيال ميديا انت قلت جمله مهمه يا احمد، العب كراجل، واذا ذكرت فكره العب كراجل فانت بتتكلم في حمدي فتحي. بالظبط، عشان كده الجمهور كان لامس جدا اصابه حمدي فتحي بشكل مش طبيعي. تفاعل الجمهور والهاشتاجات خرجت بسرعه، حمدي فتحي هترجع اقوى، هترجع اقوى. نشوف برضو بعض اللقطات كده. اول هاشتاج في اول صوره معانا جيت ويل سون، العاب صلاه حمدي فتحي، صفحه العاب صلاه الاهلي، وكان بدايه التفاعل. ننتقل الاستاذ علي راضي، اصابتك احزنت الجميع لكن واثقون انك ستعود اقوى، حمدي فتحي هترجع اقوى. احمد قاسم برضو كتب لحمدي فتحي وقال له كم باك سترونجر، حمدي فتحي ترجع اقوى. لاعب لاعب من روح وشخصيه الاهلي، ايوه كلنا ثقه في اصرارك على المثابره والعوده مجددا اقوى واقوى، حمدي فتحي هترجع اقوى. دي كانت رساله او الهاشتاج اللي قدر الجماهير وصلته لحمدي فتحي، واعتقد ده نوع من انواع الدعم جدا، لان لما اللاعب يكون الكيرف بتاعه طالع ما شاء الله عليه وتجيله الاصابه في التوقيت ده، بتبقى زي ما قلنا اصابه مش بس عضليه او في مكان الاصابه، لا كمان نفسيه مرهقه جدا، فبيحتاج الدعم، وده اللي حصل من جماهير النادي الاهلي وربما بعض الجماهير باستثناء القله طبعا اللي تمنت الاصابه لحمدي فتحي او زياده الاصابه. عايزين نقف عند لكن برضو نتمنى ده يندثر بقى، اصبح ده شعور متكرر، وحتى لو على سبيل ان انت تشجيع او بتاع، لا الموضوع بقى متكرر واتمنى نتغاضى عنه ان شاء الله. سلوك غير سوي، يعني سلوك غير سوي بعيدا عن كره القدم. ونروح للسلوك السوي، وهو خالص التعازي لاسره لاعب نادي الزمالك الاسبق علاء علي، وفاته المنية طبعا بعد صراع مع المرض، وهو عمره 31 سنة. طبعا ربنا يغفر له ويرحمه، ونتمنى طبعا لأهله الصبر والسلوان. أنا حقيقي ما أعرفش يعني علاء علي من اللاعبين اللي أنا حسيت أن حد قريبك، حد أخوك، لأنه كان صامد مع المرض وتحمله
واسرته تحملته وما اتكلمش، ففكره انك فجاه بتلاقيه مش موجود، يعني اعتقد احنا كلنا حسينا بمشاعر يعني طيبه تجاهه، وان شاء الله باذن الله هو في مكان احسن، هو من الودعاء الطيبون يعني، ونحسبه ان شاء الله. بس انا عايز اخد منك ونربط الاحداث ببعض. كل الجماهير بمختلف انتماءاتها بتتفاعل دائما مع المصايب، ليه ما يبقاش برضو ان كل لاعب يتم احترامه وتقديره من قبل جميع الجماهير؟ طب بما اننا عندنا الروح دي، ليه بنخلي الروح دي بس للحاجات الحزينه؟ ليه ما بنخليهاش في الامور الثانيه المتعلقه اننا نحترم شخصيات اللاعبين، نحترم اسمائهم، نحترم بيوتهم؟ ليه موضوع الشد والجذب والمشاحنات والسباب نتمنى ده يهدى؟ الجمهور بس يا مش الجمهور بس، لو الجمهور والمسؤولين، لو المسؤولين قبل الجمهور، اللي مفترض ان يكون ده سلوكهم ويكون ده تصرفهم اللي ينعكس على الجمهور بعد كده. ولكن للاسف احنا نتمنى يعني ان التجاوزات تتوقف، ونتمنى ان فعلا نحس ان الوسط الرياضي بينعم بالسكينه والهدوء ان شاء الله. والتراشق اللي كان مستمر، نتمنى انه لا، هو تراشق من جانب واحد، هو رشق بالحجاره اكثر منه تراشق. نتمنى يعني توقف يعني نتمنى يتوقف باذن الله. عايزين نكمل في السوشيال ميديا، ومجموعه مغتربين في ايطاليا عاملين فيديو كده وصفحه وتفاعل مع مشجعي النادي الاهلي في ايطاليا او رابطه، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. يعني مجموعة من المصريين المقيمين في إيطاليا، محمد عباس بيكون رابطة صغيرة بيتمنى أن هي يكون لها تأثير أو أي مساعدة تقدم للنادي الأهلي، وإحنا بدورنا أي حد بيحاول يعمل حاجة للنادي الأهلي أو بيحاول يتكلم عنه في أي مكان أو يدعمه إحنا بنوصلها، وأي جمهور للنادي الأهلي مغترب حابب يعمل أي أفكار هتلاقوا النادي الأهلي من خلال برنامج الأهلي خط أحمر نافذة ليكم إن شاء الله، ونستمر في ده، ونقدر دايما نقدم جمهور النادي الأهلي في أفكاره. معنا بطولة حديثة هي بطولة أفريقيا 3-3، وطبعا كانت فكرتها غريبة بالنسبة لي. الفكرة كانت غريبة، لكن قدر منتخب مصر في الأول مشاركة ياخدها، وكان معنا 3 لاعبين من النادي الاهلي. 3 لاعبات، واحنا حابين كمان ان احنا نعرف الجمهور بالبطوله. البطوله دي اللعبه نفسها ثلاث لاعبين بيقابلوا 3 لاعبين، هي بتبقى مساحه اصغر وبتبقى معتمده، هي يا اما 10 دقائق ولكن يا اما 10 دقائق ايهما، او عدد النقاط 21 نقطه. فكان الانجاز ده رائع، خصوصا ان ال3 لاعبات منهم اللاعبه كمان سرايا حققت انجاز وحققت مستوى مبهر، وحتى بعض الصفحات كانت افضل لعبة. الصفحه كمان الخاصه باللعبه، الصفحه الدوليه الخاصه باللعبه كتبت عن الهدف اللي سجلته، ان هي وصفت بان هو من اروع اللعبات اللي اتلعبت في هذه اللعبه. هي معانا معانا على التليفون. نحب نحييها على البطوله. انا الصوت مش واصل معانا. الو، الصوت فيه مشكله تقريبا. الو، ايوه، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك؟ حابين نبارك لك الاول على لقب احسن لاعبه في البطوله، وحابين يعني تقول لنا بشكل مختصر كده البطوله دي تعرفي الجماهير بيها يعني وكده. ميرسي، الله يبارك فيك. اول حاجه انا بس كنت عايزه اقول ان بطوله 3-3 دي بتبقى حاجه ثانيه طبعا غير ال 5-5. تمام، يبقى ليها معايير ثانيه. 5-5 بتبقى على الملعب كامل عادي خالص، بس 3-3 بتبقى على نص ملعب، وبيبقى الكوتش واقف معانا، فاحنا بناخد كل التعليمات من نفسنا. بنبقى 3 لعيبه، يا اما الماتش بيخلص بعد ال 10 دقائق يا اما في النقطه ال 21، الفريق اللي يجيب 21 اول هو اللي بيكسب الماتش. بنبقى 3 لعيبه، بيبقى معانا اللعيب رابع قاعد احتياطي وقت الشهير، اما اي حد بيتعب فبينزل، ليك وقت مستقطع واحد بس في الماتش كله، فهي طبعا بتبقى متعبه اكتر بصراحه من 5-5. حضرتك قلتي بناخد التعليمات من نفسنا، يعني مفيش مدير فني، مفيش كوتش؟ لا مفيش، هو بيبقى مثلا في مؤثر قبلها او حاجه، هو اللي بيقول لنا مثلا نعمل كذا في الماتش كذا، لكن اثناء الماتش الكابتن ما بيكونش موجود اصلا، يعني بيبقى قاعد زي الجمهور، مش بيقدر ان هو يقول لنا حاجه. حضراتكم بس اللي في الملعب. طب كان في سامعين ان ممكن اللعبه دي تنفصل، اللي هي 3-3، اللاعب اللي يلعب في البطوله 3-3 ما يلعبش في فريقه 5-5، ده الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا خالص، عادي ممكن تلعب زي السنه دي. الاتحاد عمل دوري 3-3، فدوري 3-3 شغال وبياخد من اللعيبه 5-5، يعني ممكن تاخد من المنتخب عادي ناس تلعب في 3-3 وناس تلعب في 5-5. انا نفسي حتى بلعب في 3-3 وبلعب في المنتخب 5-5 عادي خالص، يعني ما فيهاش مشكله.
تصوراتك بقى عن مستقبل اللعبه دي في مصر، يعني حاسه ان ممكن اللعبه دي تكون في مصر تاخد شعبيه تضاهي 5 على 5؟ والله طبعا هي لما الاتحاد ابتدى يهتم بيها بقالي سنتين او اكتر، طبعا البطوله دي بقت دوليه وابتدينا ان احنا نسافر ونروح بطولات وابتدينا ناخد افريقيا، ف يعني الاتحاد ابتدى يركز على ان الاتحاد هو اللي يستضيف البطوله دي بعد كده في مصر. قدرنا ان احنا ناخد 3 بطولات من 4، فده طبعا بالنسبه لنا انجاز. 3 افريقيا مع تاني شركه لينا، الناس كلها طبعا بقت عارفه ان مصر بس رايحين تمثيل مشرف، لا احنا رايحين ناخد البطولات على طول. طيب انا اعتقد ان الاتحاد طبعا هيبتدي يركز اكتر من كده بكتير، وطبعا نكتب البطولات بعد كده احنا بنستضيفها ناخدها في بلدنا. سوريا حابب اخدك بقى في حته تانية خالص واسالك سؤال تاني. لما انت حسيتي بتفاعل جمهور النادي الاهلي تحديدا كمان معاكي، وصحيتي لقيتي السوشيال ميديا بتتكلم عنك، وحتى الصفحه الخاصه باللعبه بتحتفي بنقطه انت جبتيها، والتفاعل ده واحساس الجمهور ده، كنت حساس ازاي؟ اتخضيتي او حسيتي ان اللعبه في فوكسنج عليها فجاه؟ تفاعلتي مع ده ازاي؟ والله انا فعلا كنت مبسوطه جدا جدا لما لقيت السوشيال ميديا كلها قاعده بتنزل لي في بوستات على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وفيبا بالذات الاتحاد الدولي ابتدى يبعت لي ويقطع لي فيديوهات، فده بالنسبه لي طبعا كانت حاجه كبيره قوي انا عمري بصراحه ما وصلت لها. كنت باخد احسن لعيبه في افريقيا وانا تحت 16 وتحت 15 5 على 5، بس ان انا اخد احسن لعيبه في افريقيا درجة أولى فريق كبير، ده بالنسبة لي صراحة إنجاز. يعني أنا هفتخر بنفسي صراحة إنه أنا أول مصرية أعمل كده. اتخضيت طبعا من السوشيال ميديا، لقيت ناس كتير قوي عاملة لي فولو وعاملة لي أد على الفيسبوك كده، بس لا كنت فخورة بصراحة بأدائي وأداء فرقتي جدا جدا جدا. حاجة مشرفة جدا. وإحنا فخورين بحضرتك. طبعا ال3 لاعبات كانوا من النادي الأهلي. الثلاثة كانوا من النادي الأهلي، وإحنا بصراحة يعني ما قلنا إن إحنا مفيش أوبشن تاني غير إن إحنا نجيب أول، إحنا رايحين عايزين أول. طيب حابب اسالك عن المنافسه الجايه ليكي، او اقرب حاجه تحب تكلمي الجمهور عنها ينتظر يتفرج عليكي فيها. احنا دلوقتي طبعا خلاص المنتخب هيتوقف شويه، مفيش ولا 5 على 5 ولا 3 على 3 الفتره الجايه. اقرب حاجه عندنا هي بطوله افريقيا، لسه امبارح في الاهلي قالوا لنا ان احنا هنشارك في بطوله افريقيا عنديه ان شاء الله الشهر الجاي. طبعا كل اللي مستنيينه ان الجمهور يكون معانا، هي البطوله هتبقى في مصر، فاحنا مش عايزينها بصراحه تخرج بره النادي الاهلي، مش داخلين عشان نوصل مربع ولا نوصل سيمي فاينل، لا احنا عايزين ان احنا ناخد البطوله دي، فدي اكتر حاجه احنا مركزين عليها. وعندنا كمان يوم الخميس الجاي ماتش مع سبورتنج في دور الثمانيه في المنتصف، فيمكن ماتش سبورتنج ده من اقوى الماتشات اللي احنا بنقابلها على سيمي فاينل، فحاجه غريبه بالنسبه لنا ان احنا نقابلها دور ثمانيه. فالحاجتين اللي احنا مركزين عليهم ماتش سبورتنج ان شاء الله الخميس الجاي وبطوله افريقيا ان شاء الله الشهر الجاي. اكيد اكيد الجمهور هيبقى معاكم، ولكن احنا في انتظار زي ما الجمهور هينتظركم انتوا تقدموا للجمهور اداء مشرف وتفرحوه زي ما احنا متعودين منكم ان شاء الله. بنشكرك يا رب ان شاء جداً. الله ان شاء الله بنشكرك جدا على تواجدك معانا، وابطال النادي الاهلي في كل المنتخبات الوطنيه وفي كل اللعبات دايما يا احمد بيصنعوا الفارق. وبص هتلاقي الجمل تحس انها صناعه النادي الاهلي، كتالوج النادي الاهلي بالظبط، كتالوج النادي الاهلي. مركزين على الاول، البطوله تيجي نبقى مركز اول، الاول عندنا، الثاني عندنا يا احمد، لا يعني في الطموحات وفي الكلام وفي الشخصيه، ودي من اهم سمات النادي الاهلي والكوادر اللي بيقدمها لمختلف اللعبات. تعالى نروح لاسطوره ثانيه وبرده في العاب الصالات، وكان بيدج الاهلي الرسمي عامل معاه لقاء هناخد جزء منه كده عشان ننتقل من 3 على 3 لبطوله اخرى النادي الاهلي هو فيها البطل الاول لافريقيا. نسمع الكابتن احمد صلاح ونرجع تاني. والله بص انا اتعلمت في الرياضه وخاصه في النادي الاهلي ان طول ما انت في المجال طموحك ما بتقفش، يعني طول ما انا بلعب في الرياضه طموحي ما لهاش حدود يعني. فانا بالنسبه لي طبعا اتمنى ان انا اخد بطوله عالميه في المنتخب، او لو في بطوله مثلا او رجعنا تاني كاس عالم الانديه اخد مركز متقدم او اخد ميداليه في الثلاث الاوائل يعني. في النادي الاهلي طموحك ملوش سقف، اسطوره من اساطير كره الطايره في مصر، تقريبا محقق ما يقارب 50 بطوله، حوالي 49 بطوله، اعتقد عدد بطولاته يفوق عدد بطولات انديه. بنتمنى له طبعا مزيد من النجاح والتالق مع النادي الاهلي. اعتقد احمد صلاح يستحق التقدير ويستحق الاشاده ويستحق يكون في مكان فعلا الاساطير داخل النادي الاهلي. عندنا اشخاص على مستوى الالعاب دي جمهور النادي الاهلي بقى عارفهم وبقى بيكرمهم كويس جدا، ولما القينا الضوء على العاب الصالات اكدنا ان حتى في العاب الصالات النادي الاهلي رقم واحد. وبمناسبه العاب الصالات عندنا فيديو طريف ومهاره جديده
لإيهاب أمين الذي لا يتوقف عن المهارات. نشوف الفيديو. بيبهرنا بمهاراته الحقيقة، وهو يعني الفيديو طبعا قاعد زي ما تشايف. ما هو أنا عايز أقول لك حاجة، هي كويس إن دي ما تعملتش في الماتش. يعني كان هيبقى مشكلة أكبر. لا طبعا لاعب رائع، ده هو عايز يثبت إنه عنده كمان ألعاب الهواء، مش بس على الأرض بيلعب، لا فوق كمان. دي أقل حاجة يعني، بجد بجد لاعب رائع. منتظرين منه الأداء اللي بيوازي السعر اللي دفع فيه. السعر كمان وفكرة الطموحات، وفعلا كان في الميعاد، وإن شاء الله فريق الباسكت السنة دي منتظرين منه كتير جدا يا أحمد. بس احنا دايما هنا قاعدتنا في البرنامج إن الغالي تمنه فيه، وإيهاب أمين غالي وتمنه فيه، وإن شاء الله إن شاء الله. الفكرة عندنا محترف واحد بس، جماهير النادي الأهلي في الباسكت بيعتبروا إن احنا عندنا محترفين منهم إيهاب أمين. أكيد، وإن شاء الله بإذن الله ننتظر بطولات من فريق الباسكت وكل الألعاب، ونتمنى موسم رياضي يليق بقدر وتاريخ النادي الأهلي إن شاء الله. يا فارس، دي كانت آخر فقرتنا النهاردة، فقرة السوشيال ميديا. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات البرنامج، أوعى تروحوا في أي حتة. بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثانيه وفقره اون سبوت. الحقيقه هنلقي الضوء على شهر، ايوه هو شهر نوفمبر، اهم اشهر النادي الاهلي، شهر الانتصارات، شهر البطولات، شهر له ذكريات خاصه جدا وكتير جدا مع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اعتقد لو سالت اي اهلاوي عن اهم شهر في السنه، اعتقد يا فارس هو شهر نوفمبر. شهر انتصارات بطعم خاص وبطولتهم المحببة. انت بتتكلم في 8 دوري ابطال افريقيا، محقق 5 منها في شهر نوفمبر، فانت بتتكلم في شهر ليه خصوصية شديدة عند جمهور النادي الاهلي، اللي هو لو جينا نحتفي بالبطولة الافريقية في الشهر ده غالبا محدش هيقدر يجارينا في اطلاقا. احنا حققنا في الشهر ده اللي اندية حققته في تاريخها كله. طبعا مفيش اهم من بطولات افريقيا اللي وحشتنا بالفعل، لكن تعالوا نشوف تقرير مع جماهير النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي ورأيهم او ذكرياتهم مع بطولات افريقيا اللي حققناها على مدار التاريخ، وتحديدا بطولات شهر نوفمبر. بطولة 2006 دي بطولة يعني ما تتنسيش، عمرنا كله شفناها فيها. الواحد ما ينساش طبعا يعني ابو تريكه والصفاقسي، الماتش الفاينل يعني قاعدين مستنيين الجون في اي وقت، لغايه لما جت الكوره بتاعت من شادي لعماد بعدين لابو تريكه جابها، كان احساس غير عادي. صوتنا بقى جايب اخر الشارع، وحمدنا ربنا طبعا على البطوله، وبنحمد ربنا دايما ان احنا بننتمي للنادي زي النادي الاهلي. يعني اكثر بطوله استثنائيه عدت علينا النادي الاهلي، ما عدت علينا بطولات كثيره مهمه، بس في 2006 كانت فرحتها مختلفه تماما. ترحال المشجعين لاول مره نشوف عدد كبير. ساعه الجون بتاع ابو تريكه لما كان في تونس، بصراحه كنا في القهوه، بصراحه في الكافيه، ومش عايز اقول لحضرتك احنا كنا في قمه السعاده. يا دوب شويه كده لقينا ابو تريكه الكوره جايه، راح جاي حاطط، قسما بالله الدنيا القهوه اتكسرت، كسر كراسيها، والناس بقت تجري في الشارع، واللي يجري هنا واللي يجري هنا، كان يوم رهيب. مش عارف، انا مش عارف افتكر غير لحظه الفرحه، يعني انا كل اللي ما قبلها كان كله شد وجذب. لحظه الفرحه كانت جنونيه، انا مش عارف انا مسكت في مين. طبعا كان في كوره ضاعت من كابتن عماد متعب، ساعتها برضه كان عندنا امل ان في الجون هيجي، وساعه ما جه جون ابو تريكه مش عايز اقول لك كانت فرحتنا كانت عامله ازاي، كانت الدنيا وما فيها بالامان. فعلا كانت بطوله استثنائيه، وهي بطوله اغلى من الاهلي يعني. طبعا كابتن محمد عبد الوهاب كان له دور مميز في البطوله دي جدا. طبعا اميره الكؤوس الافريقيه للمره الخامسه يتوج بها العملاق الاهلي في هذا المشوار الافريقي. ماتش مع مالي في البطوله دي كان، انا فاكر عاشور لعب لوحده على الدايره، يعني الواحد ما ينساش طبعا في الماتش ده لما كنا خسرانين 2-0، وابو تريكه نزل في اخر نص ساعه وقلب الماتش كله وجاب 3 اجوان، وكان منهم حتى جون فاول الواحد ما ينساهوش يعني. يا سلام يا سيد، يا سلام يا سيد، يا سلام يا سيد، الله عليك يا ولد.
يعني جون وليد ده برضو كنا كلنا بنتجمع ايه بنعمل يفط وطبعاً عندنا شويه زملكاوي طبعا بيحبونا شويه طبعا بس هم اولاد لقيمه وشويه وعندنا في الشارع راجل مكواجي زملكاوي لما بنكسب الاهلي ماتش الاهلي كل الشارع ينزل يخليه يقفل ويعمل عمايل والله العظيم انا اصحابي كتير جميل جدا زملكاويه وبحبهم جدا وهم عارفين بس احنا على طول بننشغب مع بعض على الفيس يعني احنا دايما حبايب ودايما اخوات وعمر ما في حاجه بتزعلنا من بعض ان شاء الله مع فايرا ده وان شاء الله فايرا هيجيب لنا كاس افريقيا بحسين الشحات ورمضان صبحي والفرقه المحترمه اللي جايه ان شاء الله مع السكواد بتاعنا اللي موجود واللعيبه والمدير الفني اللي احنا كلنا مستشارين بيه خير باذن الله باذن الله باذن الله نقدر نعملها يعني باذن الله فقدناش الامل في الاهلي ابدا واحنا عمرنا ما فقدنا الامل في فريق الاهلي دايما حاسين ان فريق الاهلي ده هو الاساس بتاعنا وهو المستقبل يعني الواحد كان متاكد من الماتش الاهلي اللي لعبه ده ان احنا كنا فعلا هنكسب وناخد البطوله يعني في لحظه كان عندي شعور ان الاهلي ممكن يعود في لحظه لاخر دقيقه والله 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 كان عندنا ثقه ان احنا فعلا هنجيب جون في اي وقت انا دايما عندي امل في الاهلي عمري ما بفقد الامل في الاهلي دايما اي بطوله بيخشها ببقى منتظر ان الاهلي هيجيبها ان شاء الله عمري ما بفقد الامل مع النادي الاهلي ودايما عندي ثقه ان اي بطوله النادي الاهلي هيخشها ان شاء الله هياخدها طموحات كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي خاصة مع قيادة رينيه فايلر اللي بداياته مبشرة أعتقد بطولات كتير جدا ذكريات كتير جدا أنت نفسك هيكون ليك ذكريات مع جون ما مباراة ما زي برضو أحد المشاهدين لما قال أو أحد اللي كانوا موجودين في التقرير لما قال عندنا جارنا زملكاوي بيقفل المحل وقت ما الأهلي بيكسب المكواجي اللي بيقفل ده زمان ما بيشتغلش خالص ما بيشتغل ده كده ما بيشتغلش فعلا ما بينزلش أنا ما مفتحش بيقفل شهر 11 انت لا انت ما صعب كده عندنا ذكريات كتير جدا هنحاول نلقي الضوء على بطولة من البطولات الخمسة ونشوف اهم المواقف او اهم الذكريات او اهم حتى الازمات بالزبط. اللي حصلت في البطوله دي يا فارس اعتقد هنبتدي من 2005 لغايه 2013 احنا جمهورنا يبقى عارف ان احنا هنبقى معاكم في رحله 2005 لحد 2013 ولكن لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه ومفيش حكايه بدايتها اجمل من بدايه 2005 لان انا مقتنع ان المسيره العظيمه ترتبط ببدايات عظيمه 2005 لها معاني يا احمد اكتر من فكره ان البطوله دي بدايه الجيل اللي هو حصد الذهب. فكره البطوله في ان انت جين جوزيه، جين مانويل جوزيه. مانويل جوزيه في 2001 النادي الاهلي توج معاه ببطوله دوري ابطال افريقيا، عملنا السوبر العظيم بعدها انتكاسه غريبه جدا في 2002 بتتزيل المجموعه انت 2002 الرجاء مازيمبي جان دارك السنغالي بتيجي في المركز الرابع 2003 ما بتشاركش في دوري ابطال افريقيا بيشارك الاسماعيلي والزمالك من مصر 2004 برضو بتستمر في ان انت بتبعد جدا وشخصيتك بتبعد جدا بعد ما كنت بطل في 2001 والنادي الاهلي بيخرج من الهلال السوداني 1-0 في مصر انت بتتكلم في فريق فلسفته وثقافته بعد ما كان على عرش التتويج بتتراجع إلى أن جاءت 2005 البدايات بتاعة 2005 كانت عظيمة من أول مباراة فيلا الأوغندي 6-0 اللي أبو تريكة صنع فيها أول أهداف البطولة سجلها عماد متعب جينا بعد كده مباراة دور ال 16 اتحاد العاصمة في الجزائر المباراة دي شخصية يعني أنا بعتقد أن من أهم المباريات تأثيرا في شخصية النادي الأهلي في الألفية الحديثة هي مباراة اتحاد العاصمة بركات بيسجل جون في الدقيقة 5 في الجزائر وبتحط نفسك تحت ضغوط لبقية المباراة كلها وبتقدر تصمد على ملعب ترتان كان بركات أصلا مهدد بفكرة أنه ما يقدرش يلعب نتيجة ملعب الترتان وكان فيه نصائح طبية أنه ما يشاركش وبتسجل في الجزائر أنت وصلت المرحلة ما كنتش قادر تلعب الضربات الركنية من هجوم وضغط الجمهور ومع ذلك بتقدر ترجع بفوز سمين جدا في دور الستاشر في رأيي أن بداية فكرة الانتصار خارج الأرض اللي أنت بنيت عليها وحنستعرض ده وحنشوفه في مباراة العودة بتفاجأ بهدف لحسين عشو ده هدف محمد بركات هدف رائع في بداية المباراة ولكن كانت الفكرة في العودة الصدمة حسين عشو بيسجل فيك في البداية واللحظة بيجي في خيالك فكرة ان انت كسبت 1-0 هناك النتيجة بقت 1-1 هنا
ولكن النادي الأهلي بعقليته مع مانويل جوزيه تحديدا اللي بيبنيها وبتتكون على مدار البطولة، بيجي كابتن عماد النحاس بيسجل في نهاية الشوط الأول هدف التعادل، وبعد كده بيسجل النادي الأهلي هدف تاني وتنتهي المباراة 2-2 وتنتقل لدور المجموعات. الجميل يا أحمد في دور المجموعات إن هو كان مقارب لفكرة 2002 عز الإخفاق بتاعك اللي كان معاك. بس عندك مباراة الاتحاد العاصمة دي في واقعة شهيرة جدا اللي هي خطأ كابتن عصام الحضري اللي تناول بعد كده أو وصل بعد كده لغرفة الملابس وحصل بعض الأشياء في غرفة الملابس كان لها تأثيرات في قرارات جوزيه. بالضبط. وده مهم. ما هي دي أنت بتبني الشخصية على كل المستويات، ولكن أنا بشوف في مفارقات قدرية وأنا بتستوقفني الحقيقة الحاجات دي في مجموعة الأهلي اللي كان فيها الأهلي والرجاء وإنيمبا وأكس كيب تاون ومجموعة 2002 اللي قلنا إن كان فيها جان دارك وفيها مازيمبي وكان فيها النادي الأهلي، وبنتكلم إن المرة دي النادي الأهلي عمل إيه في 2005. مباريات خارج الأرض بتتعادل مع أكس كيب تاون وبتتعادل مع الرجاء وبتفوز على إنيمبا بطل نسختين 2003 و2004 واللي كان تقريباً فوق السنتين ما بيخسرش أكتر من 40 مباراة ما بيخسرش على ملعبه، وتحول أنيمبا لعقدة في إفريقيا، ولكن يأتي النادي الأهلي بفلسفته الجديدة اللي بيستمدها من شخصيته، ولكن مع شخص قادر جدا يزرع الفلسفة دي، وفي الثلاث مباريات الخارجية بتكسب أنيمبا اللي كان فوز عليه شبه مستحيل في الوقت ده وبتتعادل في مباراتين، وفي العودة الثلاث فرق بلغة الكرة بتفرمهم وبتحقق 9 نقط من 9 نقط، بتحقق العلامة الكاملة في مباريات اللي على أرضك بتحقق 14 نقطة. كل ده تكوين لشخصية البطل. المفارقة بين 2002 و2005 على بعد سنة واحدة في 2002 من 2001 مع مانويل جوزيه بتأكد ان فكرة اللاعبين مش مجرد أدوات، اللاعبين محتاجين مدرب يوظفهم. هنيجي بعد كده لنصف النهائي كان مع نادي الزمالك، واللي بداية حظ نادي الزمالك العسر انه هو بدأ يواجه النادي الأهلي في الفترات دي اللي حقق من خلالها نتائج سيئة جدا نادي الزمالك. النادي الأهلي بيفوز على الزمالك 2-1 في الذهاب وفي مباراة والمباراة الثانية 2-0، ولكن نادي الزمالك بيدي مكافآت للاعب الزمالك إجادة ان هم خسروا قدام النادي الأهلي 2-1. كيف للنادي الأهلي ان وصل بدرجة التفوق الفني والشخصي وكل حاجة ان فريقك منافسك التقليدي يشوف ان مش إهانة ليه ان هو بيدي اللاعبين مكافأة في ان هم حققوا نتيجة خسارة 2-1 بس؟ ودي مفارقة تكاد تكون غير مسبوقة، وانا للأمانة ما سمعتش عنها في اي نادي في اي دربي في العالم. انا عايز اقول لك حاجة. كان الماتش الاخير للزمالك في مجموعته مع النجم الساحلي واعتقد اتهزم 3-1، طلع تصريح يقول لك الزمالك راح للاهلي برجليه. بالظبط. وانا اللي بتكلم فيه شخصية. انت حتى لما النادي الاهلي بيبقى عنده اخفاق انت بتبني في الشخصية وبتقدر تخرج منها، انما انت بترسخ فكرة تفوق النادي الاهلي بانك بتمنح مكافئة اجادة للاعبيك ان هم خسروا 2-1 بس. عايز اتكلم عن بطولة بركات. في رأيي ان كابتن محمد بركات قدم الاداء الفردي لي، اكيد الاداء الجماعي ولكن بتكلم على مستوى الفردي، دي افضل بطولة لي على مدار تاريخه في رأيي بلا جدال. كابتن محمد بركات عامل حاسم جدا في ماتشين الزمالك، بيسجل 3 أهداف. ماتش اتحاد العاصمة كان هو من أول الناس اللي زرعت نبتة تفوق النادي الأهلي خارج الأرض اللي استثمرناه في 2006 بعد كده، ولكن كمان في المباراة النهائية 3-0 النجم الساحلي كابتن محمد بركات بيسجل الهدف الثالث، هدف عالمي بعد هدف كابتن محمد أبو تريكة، والهدف ده هدف ده هدف تريكة هدف الأول لكابتن محمد أبو تريكة 27 تقريبا. كان طبعا هدف جميل، هدف فيه مهارة. أهداف النادي الأهلي في البطولة دي كلها يا أحمد تستطيع أن ترى أن النادي الأهلي بيعمل ملحمة. زي ما بقولك أنت بتكتب بداية سيناريو بطولة هو يليق بفكرة اللي أنت ناوي عليه السنين الجاية، وكأن الجزء الأول من حاجة أنت محتاج تشوف الأجزاء المتتالية ليها. وكمان الهدف الثاني اللي سجله كابتن أسامة حسني من عرضية كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله كان له دور عظيم برضو، وبنتكلم في هدف بركات ده الهدف الثالث،
وانا في رايي ان بركات زي ما قلت قدم اداء استثنائي. كابتن محمد ابو تريكه وكابتن بركات في البطوله دي كان كابتن ماجد وياسين وكانهم شخصيات اسطوريه. بنتكلم كابتن محمد بركات في السنه دي فاز بجائزه البي بي سي لافضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في افريقيا من الكاف وفي فريق العام. النادي الاهلي سجل 23 هدف في البطوله، استقبل 5 اهداف. هداف النادي الاهلي في البطوله كان كابتن محمد بركات ب6 اهداف يليه كابتن عماد متعب ب7 اهداف يليه كابتن متعب ب6 اهداف. شباك نظيفه 10 مباريات من 14، وده كان افضل سجل دفاعي للنادي الاهلي، 5 اهداف اللي استقبلهم بس. 14 مباراه 9 فوز 5 تعادل بلا هزيمه، وده يا احمد ساعد في سلسله النادي الاهلي اللي حققها في الفتره دي عدد المباريات التي لم يخسر فيها النادي الاهلي اللي انكسرت في كاس العالم للانديه. والمفارقه ان كان في رايي ال 14 مباراه بتوع افريقيا دول كان من اهم اسباب ان انت تحافظ على سجلك بلا هزيمه. ذكريات مهمه جدا 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 مهدت بعد ما جوزيه بدا يعمل الخلطه بتاعته ان احنا ننتقل ل 2006. اكيد بطوله 2006 بطوله ملحميه بمعنى الكلمه، بالفعل ملحمه منذ بدء البطوله حتى اخر لحظات في البطوله. لو حبينا نلقي الضوء على البطوله دي هنلاقي في رموز كبيرة جدا نقدر نتكلم عنها، نقدر نتكلم عن كابتن محمد أبو تريكة وهدف في ذاكرة كل أهلاوي وربما الهدف الأهم أو اللي بيحمل ذكريات مع كل مشجعي النادي الأهلي، وهو الهدف الختامي واللي حقق بيه البطولة. كمان بطولة كان عليها أو فيها لمسة حزن للرحيل الكابتن محمد عبد الوهاب. الكابتن محمد عبد الوهاب اللي كان عنده بعض مشاكل في إجراءات القيد. إجراءات القيد اللي منعته ان هو يلعب مباراه الصفاقسي التونسي الاولانيه اللي هي كان في دور المجموعات خارج الملعب، وكان له تصريح شهير جدا مع كابتن احمد شوبير: انا نفسي العب مباراه الصفاقس، لا لحق مباراه الذهاب ولا لحق مباراه العوده، كان نفسه يلعب لان النادي الاهلي قال كده: عمري ما الاهلي خلف معايا وعد عشان انا اخلف مع النادي الاهلي وعدي. كان محمد عبد الوهاب نفسه يلعب عشان الاهلي يفوز. توفاه الله، لكن حلمه انتقل لكل لاعبي وجهاز الفني النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كان الهتاف الشهير لعبوا يا شباب بطوله عبد الوهاب كان حاله عاملها الراحل محمد عبد الوهاب، والجميع تمسك بحلم محمد عبد الوهاب برغم مفارقه الكابتن محمد عبد الوهاب الحياه. لكن كان في نقاط في المباراه دي اهمها هدف ادي زي ما احنا شايفين ده هدف تريكه في مباراه الصفاقس في دور المجموعات، الهدف اللي كان على كان تاريخ 9 سبتمبر تقريبا، وكان رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب تقريبا فات عليه 9 ايام. مباراه شهدت فرحه فوز وشهدت لمسه حزن ودموع من كل جماهير النادي الاهلي، هي دموع وفاء للاعب اخلص طول فتره تواجده في النادي الاهلي وكان يستحق بالفعل ان يتم نزع رقم 3 من فريق النادي الاهلي لمده من السنوات يا فارس تكريما للكابتن محمد عبد الوهاب. بطوله كانت ابرزها محمد عبد الوهاب وختمها تريكه، لكن كان عندنا مباراه انا بسمي كل بطوله في مباراه اللي هي مفتاح الفوز، مباراه عنق زجاجه. بنلعب مع الصفاقس التونسي في تونس بنخسر هدف، وبنيجي هنا نلاعب شبيبه القبائل وعندنا كم اصابات غير طبيعي، كل نجوم الفريق تقريبا مش موجودين. عماد النحاس، فيلافيو، عماد متعب، ابو تريكه، محمد بركات، عشان تشهد مباراه ربما هي الاروع في تاريخ احمد صديق القروي، مباراه مش ممكن يا فارس يشيلها من ذاكرته. بنتكلم ان توظيفه كمان جوزيه عبقري، وظفه في المباريات مكان تريكه وقبل بلاء حسن وكابتن اسامه حسني من المباريات الجميله جدا، سجل هدف وتسبب في الهدف الثاني، ودي المباراه من وجهه نظر الايقونه لاحمد صديق. بالفعل كانت مباراه صعبه جدا لان انا في حاله اي نتيجه غير الفوز كنا رايحين نلعب كوتوكو بره، وكان في مشاكل كبيره جدا كانت هتفقدنا فكره المنافسه على المجموعه، لكن قدرنا نحقق الفوز وطلعنا لعبنا كتوكو بره 0-0، ورجعنا لعبنا كتوكو في القاهره عشان يحمل 4 اهداف في 18 دقيقه ويبدا مولد فيلافيو. فيلافيو قعد موسم كامل مع النادي الاهلي، سجل هدف براسه من الخلف في مباراه المحله، لما بدا مع بترول اسيوط بدات الناس تقول ربما محلي فعايزين الاختبار الحقيقي المحك اللي هو الافريقي. طب بص بقى المعاناه يا احمد في النقطه دي، انت فكرتني بفلافيو في حاجه يعني احنا حتى ما اتكلمناش فيها، فكره مباراه توسكر.
3-0 هنا سجل كابتن أسامة حسني هدف رائع جدا. أنا فاكر تعليق كابتن مدحت شلبي. عارف كابتن مدحت شلبي قال إيه؟ المنتخب الأنجولي هيطلبك إمتى؟ وقال حاجة تانية كمان. قال أول هي دي الأهداف مش في لافيو. 14 مباراة يا راجل ما شفناش هدف. أنت شايف الراجل ده كان بيتعرض لضغوط عاملة إزاي؟ شفت أنت بتتكلم في لحظة خرج منها إزاي؟ بالظبط. بص الاعلام كان بيعمل معاك ايه في لاعب انهى البطوله عنده 3 اهداف متساويه مع كابتن اسامه حسني اللي كان ليه دور رائع. ولكن شوف انت قدرت تستثمر ازاي في لافيو في اللحظه دي. انت فكرتني بالظبط. هو كان عنده موقف في بطوله 2005 كان في ركله جزاء قدام الزمالك واول ما نزل واهدرها كانت هي دي اللي عملت القلق. كان بيزيل اختيارات غريبه بالظبط. لكن اصراره عليه وبعض الناس بدا بتفكر بقى ان كل ما تصر على مهاجم هيبقى في لافيو. اعتقد في لافيو حاله مختلفه تماما. حالة تبلورت في بطولة 2006 وتحديدا مباراة النهائي. أعتقد روح في لافيو كانت روح غير طبيعية. المهم صعدنا من دور المجموعات الحمد لله لعبنا أسك وكانت مباراة هنا 2-0 ورحنا هناك مباراة صعبة جدا 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 وقاسية جدا على لعيب النادي الأهلي لدرجة كابتن إسلام شاطر واقع في الملعب مش قادر ياخد نفسه. بنلعب في رطوبة عالية جدا ودرجة حرارة عالية جدا لكن برضو كان في لافيو كلمة السر وقدرنا انهزمنا 2-1 لكن بالظبط رجعنا بالصعود عشان نروح لمباراة من بدايتها لنهايتها فيلم دراماتيكي بحت في تاريخ النادي الأهلي. بتبدأ والنادي الأهلي في الطب في الدوري المحلي لا قبل المباراة دي مباراة الذهاب وبتتعادل في القاهرة 1-1 بعد ما كنت متقدم 1-0 في الوقت ده. ما كانش لسه فكرة ان انت ممكن تتعادل 1-1 في ملعبك في نهائي تطلع تحقق البطولة. كان الجميع بيشير لفكرة ان البطولة بيتم تحقيقها دايما بنتيجة ايجابية على ملعبك. انت حققت نتيجة سلبية تماما بالتعادل 1-1 ولكن يبتدي الدرس الاول بعد نهاية المباراة من مستر مانويل جوزيه. يقتحم الغرفة ملابس الصفاقس يا فارس ويقول لهم انتوا بتحتفلوا هنا ويعلي صوته عشان يتعمد يسمع اللاعبين بتوع النادي الاهلي انتوا بتحتفلوا في ملعبنا البطولة لسه ما انتهتش هنروح نحتفل في ملعبكم. الغريب ان لعيبة الصفاقس التونسي من شدة ثقة الراجل في نفسه التزموا الصمت قالوا في ايه هزهم الموقف. لكن طبعا انتقلوا بعد كده لتونس عملوا احتفالات على اساس مباراة العودة هزهم ولكن لم يهز جمهورهم اللي كان ليه دخلة شهيرة وقلبه بسببها اكيد. لا الاعلام التونسي احتفل قبلها لكن انا عايز اتكلم بقى في الفترة اللي كانت مباراة الذهاب ومباراة العودة وجماهير الاندية المصرية اللي كانت ضد النادي الاهلي قلبا وقالبا. شفنا مواقف كتير شفنا تيشيرتات نادي الصفاقسي في مدرجات كتير جدا مدرجات نادي الزمالك مدرجات نادي الاسماعيلي مدرجات النادي المصري. شفنا لافتات مش حابين نتكلم عليها. شفنا تعقيب من كابتن عماد متعب ان هو حاسس ان جماهير مصر مش وراه ان جماهير النادي الاهلي اللي وراه سفر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره كامله فارس متعادلين 1-1 ومجلس الاداره بيصر ان هو على غير العاده يسافر دعما للفريق ثقة للعيبة ثقة في تحقيق فوز صعب جدا في بطولة دراماتيكية تماما. وبالفعل تعالوا نشوفوا بس كلام الكابتن محمد سيف عن سفر مجلس إدارة النادي الأهلي مع النادي الأهلي في البطولة في نهائي البطولة دي بره الملعب. المرة دي شعور غريب جدا مش غريب يعني عليهم ان هم يبقوا عايزين يكسبوا لا لكن ما كنتش متوقع منهم حتى على مستوى الإدارة لأول مرة برضو تشوف مجلس إدارة متكامل وخصوصا في النادي الأهلي ما حصلتش يمكن مجالس إدارة أندية أخرى في ناس بتحب تسافر عشان هي بتحب تسافر لا. أو يبقوا راكبين الموجة في الأهلي لا ممكن رئيس بعثة وخلاص وانتهت وواحد أو اتنين يسافر على حسابه الشخصي لكن كل شبه مجلس كامل من أول رئيس النادي النائب رئيس النادي الأمين الصندوق لكل الأعضاء المسافرين ده تحس إن الرغبة أكتر والشعور عام أكتر والثقة أكتر لأن برضو مش هسافر بالكمية دي كلها إلا إذا كنت واثق من اللعيبه بتاعتي. بالظبط كانت الثقه في محلها ولاعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله. مانويل جوزيه اللي حط طريقه اللعب في غرفه الملابس مع اللاعبين خد بالك هنلعب بثلاثة في نص الملعب. عماد متعب خليك جاهز هتنزل في نهايه الشوط الاول عشان نلعب باثنين مدافعين صديق او شادي واحد منكم هيفارق الملعب في الدقيقه 70 عشان هنزل لاعب وائل شيتوس مستعد يا وائل محتاجين منك مباراة العمر. بالفعل كل لاعبي النادي الأهلي في المباراة دي كانوا على قدر الحدث كانوا على قدر المسؤولية حتى الجهاز الفني حتى حسام عاشور كان له تصويبة مهمة جدا في الوقت اللي كان حسام عاشور دايما بيعتمد على فكرة قطع الكرات لا كان بيزيد في لافيو بروح وإصرار غير طبيعي في الكرة اللي جت في العرضة كل اللعيبة لدرجة أن جماهير النادي الأهلي وصلت لمرحلة فارس قبل انتهاء المباراة أن أنت بقى عندك شعور
برغم الامل في انك تحقق البطوله، لكن لو خسرت لا قدر البطوله انت اللعيبه عملت اللي عليها وادت بمنتهى الرجوله. والله ما فقدت الامل ابدا، وكنت واثق في اللحظه دي ان احنا هنكسب، رغم ان احنا كنا في الدقائق الاخيره، ولكن اللي انا شفته في الملعب ده معرفش، مستحيل السيناريو اللي حصل في الملعب، ومستحيل الروح دي، ومستحيل في الاخر ما تخرجش بالبطوله. في لحظات التاريخ كتب فيها ان هي هتظهر بالشكل ده بالتاكيد، وعشان التاريخ كان كابتن محمد أبو تريكة كان لازم يكون هو اخر لمسه في البطوله، لان ده كان اختيار جماهير الصفاقسي التونسي لما جابوا الفرعون المصري رقم 22 راقع بيسلم كاس البطوله لكابتن نادي الصفاقسي اللي هو بالمناسبه انيس بوجلبان اللي بعد كده بقى لاعب في النادي الاهلي، عشان حسام كابتن حسام البدري يروح لابو تريكة يقول له انت اللي هتسكتهم النهارده، وبالفعل يطلق ابو تريكة رصاصة الرحمة على فريق صفاقسي وبالفعل سكتهم كرد ده. إلهي على لو حد فرعون هيرقع ما يكونش فرعون يرتدي شيرت النادي الأهلي. لا هو ما فيش فرعون بيرقع، ولكن أنا عايز أقول حاجة، ده مفارقة غريبة في حاجة، من أين أتت لهم الثقة في فكرة أنك تعمل لأبو تريكة دخلة زي دي؟ يعني لاعب، أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا، قبل مباراة الصفاقسي في النهائي اللي كانت هنا كان أهلي بيلعب المحلة، وابو تريكه سجل فاول صعب جدا جدا جدا، لدرجه ان حارس المحله كان بيتكلم في فكره يعني الفاول ده استثنائي ما حدش يسالني عليه، بس حد يعرف يسجل زيه تاني، يعني هو عايز يقول ان كان فيها جزء من المصفى. وسجل ابو تريكه في الصفاقسي من ضربه ثابته في المباراه اللي هنا ولا وهناك وعلى الطاير وبشماله في وهناك بقى في كتب ملحمه، يعني ان انت تراهن على لاعب مسجل فيك، وبرده في الادوار في دور المجموعات كان مسجل في الصفاقسي، فمن اين اتت لك الجراه؟ ما كانوش يعرفوا ابو تريكه كويس، وما كانوش يعرفوا النادي الاهلي كويس، لان بالفعل فريق الصفاقسي التونسي كان وقتها بيحتفل في قبل في الاعلام التونسي قبلها بيوم، وفي المباراه بعد ما بدا ضغط النادي الاهلي بعد دقيقه 70 ولجؤوا بالفعل للدعاء، لان كان طوفان النادي الاهلي كان يأبى أن يخرج من الملعب من رادس إلا والبطولة متحققة. وكان في تصريح شهير جدا لأبو تريكة قال لك يعني أنا جبت الجول وطالع فرحان، ألاقي كابتن حسين البدري بيقول له حاول تقف في نص الملعب وتحتفظ بالكرة، ومستر مانويل جوزيه يجيب وائل رياض شيتوس قال له الناحية اليمين دي، وكان في كريم نفطي حاول تقفل عليه، يعني في عز الفرحة في الدقيقة 93 الجهاز الفني مشغول بفكرة لازم نحافظ. الجهاز الفني عقليته غريبة، يعني تعامل نفسي صعب تشوفه في أي نادي. جوزيه كان لابس زي بخلاف كل الشكل اللي طبيعي ليه قبل كده، جوزيه كان رايح يحتفل، جوزيه واخد اللاعبين ومقرر ان هو هيكسب، اكاد اجزم ان هو زرع في عقل كل لاعب ان احنا مش راجعين من هو كان له تصريح تناولته للمواقع وقتها قال اذا يعني ينفوز كابطال اذا انهزمنا لازم نكون كابطال، لكن هو عمل موقف طبعا قبل المباراه اللي هو نزل اللاعبين كلهم قبل المباراه بثلث ساعه تقريبا وقبل فتره الاحماء ولفوا في الملعب، كان عنده حاجه مختلفه لفوا في الملعب عشان يمتصوا غضب الجماهير، وما يبقاش اول غضب ليك اللي هي فتره الاحماء او اول وقت في المباراه، وقسم المباراه بسيناريو رائع ولا افضل مؤلف، وبالفعل كانت النهايه دراماتيكيه ونهايه سعيده جدا للنادي الاهلي اللي تحولت بعد كده استكملت في كاس العالم للانديه وقدرنا نحقق البرونزيه، وكان ابو تريكه برضه حديث السنه وقدر ابو تريكه يكون هداف البطوله دي، وتم حرمان ابو تريكه من جائزه ثالث افضل لاعب في البطوله بعد هزيمه برشلونه، وتم منح الجائزه لرونالدينو، وروح ابو تريكه الخفيفه قال لك ده انا لو ادوني الجائزه ورونالدينو ما خدهاش انا هدي الجائزه لرونالدينو. تعليق كان بالنسبه لي يعني في الفتره دي من الحاجات اللي بتكون، انت بيبقى عندك ابطال بتحب تكون فكرتك عنهم، كان في اللحظه دي تعليق ابو تريكه بالنسبه لي الشخص ده لا يدعي، الشخص ده فعلا صادق، الشخص ده مؤمن بموهبته. على فكرة التصريح ده فيه جزء كبير جدا من الإيمان بالموهبة برضه والقناعة بالذات والقدرات، وفعلا أبو تريكة كان لاعب عظيم. والانتقال بتاع 2006 في النهاية بتاعة المباراة دي بروزت البطولة كلها يا أحمد، لأن أنا زي ما قلت أنا عندي وجهة نظر هي مش بأفضل البطولات فنيا زي 2005، لكن ملحمية بالظبط. لا وأبو تريكة تحديدا أنا من وجهة نظري الشخصية أنه ظلم تماما في حرمانه من أفضل لاعب في أفريقيا في السنة دي، محقق بطولة أفريقيا على مستوى القارة خارجيا، القارة خارجيا وكله بالظبط محليا خدها، لكن أنا بتكلم داخل أنا بتكلم خارجيا بالزبط. يعني لانه خد ام افريقيا 2006 مع المنتخب، خد الدوري المحلي، خد كاس المحلي، خد السوبر، خد دوري ابطال افريقيا، ثالث العالم، محتاجين ايه تاني عشان تمنحوا لاعب افضل لاعب؟ ابو تريكة 31 هدف في السنه دي في مختلف البطولات، 31 هدف وده رقم كبير جدا. ده برضو ممكن نستعرض الاهداف بقى بمناسبه ابو تريكة، لان هو في 2006 كان هداف البطوله برصيد 8 اهداف،
وكان بعده أمادو فلافيو. عماد متعب بخمس أهداف. الأهلي سجل في البطولة دي 24 هدف واستقبل 7 أهداف. كانت أكبر فوز طبعا 4-0 وكان أمام أشانتي كوتوكو زي ما قلنا. عندنا 9 مباريات من أصل 14 شباك نظيفة. 14 مباراة لعبت 8 فوز 4 تعادل 2 هزيمة كانت أمام الصفاقسي 0-1 في المجموعات وأمام أسك في الدور قبل النهائي. أعتقد بطولة ملحمية كبيرة جدا توجت من جماهير للاعبين لجهاز فني لمجلس إدارة. تعالوا نشوفوا تصريح الكابتن محمود الخطيب ونرجع تاني. شنو الأشياء اللي خدمت أن الأهلي المصري اليوم باش فاز في النهاية؟ الثقة في النفس، الخبرة، الإصرار، التعامل مع مباراة باحترافية، لأن المباراة بدايتها من بدايتها لنهايتها لو أنت لاحظت في عيد الشريط الثاني هتلاقي الأهلي أكتر إصرار، أكتر عزيمة، أكتر تكتيكيا في الملعب، واقفين صح، عندهم أمل في الفوز في أي لحظة. أعتقد أن دوت إداهم ملكة المباراة وملكة 90 دقيقة. أنت رأيك اللي النادي الصفاقسي لعب بحذر كبير؟ أنا شايف كده أن هم لعبوا هنا بحذر أكتر من لعبوا في مصر، وهنا يمكن هم يفكروا واللعيبة هي في الملعب بتفكر في 0-0، بتفكر في الدرون 0-0. بطالب أننا في النادي الأهلي نخلد البطولة دي بفيلم وثائقي لكل من شارك وساهم في البطولة دي يكون في مكتبة النادي الأهلي، لأن بالفعل من أغلى البطولات اللي اتحققت في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي. كل حاجة كانت منظمة، كل حاجة كانت بتسعى لهدف برغم الصعوبات. أعتقد كمان مجلس إدارة كان له تصريح مهم جدا بعد الفوز وبعد ما خدنا البطولة، والناس بناخد صورة جماعية للجهاز الفني باللاعبين وبيدعو مجلس الإدارة يقف مع اللاعبين. بيرفض مجلس إدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي التقاط أي صورة مع اللاعبين، لأن كانوا بيقولوا اللي تعب واللي نجح واللي قدر يحقق البطولة واللي المفروض ياخد اللقطة هم لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني، في طريقة فارس لفكرة إنكار الذات برغم الجهود الكبيرة جدا اللي بذلها مجلس إدارة مع النادي. وإنكار ذات ومؤسسية وحاجتين كمان، احتفالات مجلس الإدارة وتحديدا يعني في المدرجات كان لها كواليس، يعني هم أول مرة كان يبقى فيه كواليس احتفال محمود الخطيب أول مرة. يعني الاحتفال كان صعب جدا بدرجة الاحتفال والمشاعر اللي فيه، ولكن لما جت اللحظة اللي أمام الكاميرات طواروا وسابوا كل حد ياخد اللقطة وياخد مجهوده، وهم مجهودهم في التاريخ محفوظ، وهي دي الفكرة. محدش خد كاس وجري بيه تجاه الجمهور، محدش حاول يوصل أو قال إحنا اللي جبنا البطولة، تاريخهم بيتكلم عنهم مش لقطات، لان هم اكبر بكتير جدا من ان هم ياخدوا لقطه. اكيد يا فارس، عايز اقول لك ان كان في فنان زملكاوي ورحمه الله عليه، الفنان الزملكاوي شهير سامي العدل، كان موجود في المدرج في الوقت ده في تونس وكان جنب الكابتن محمود الخطيب في احتفاله بالهدف. والحقيقه هو برغم ان الزملكاوي احتفل مع مجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد كان في فيلم هناك او حاجه زي كده وتواجده، فطبعا بصفتهم مصريين حضروا البطوله دي. فبطوله ملحميه من جميع الاتجاهات. عشان بس اتكلمنا على مستوى جماهير الزمالك اللي كانت شالت شيرت الصفاقسي التونسي، اعتقد في جانب كبير ايضا من نادي الزمالك كان بيدعم النادي الاهلي في مشواره الافريقي. ننتقل يا فارس لبطوله اخرى وملحمه اخرى، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا 2008. دوري ابطال افريقيا 2008، وزي ما بنوثق اللحظات السعيدة وزي ما بنكلمكم على فعلا الجنود اللي كان لها دور في البطولة 2008، احنا كمان هنقول سلبيات، بمعنى ان 2008 كان لها ارتباط وثيق بهروب، وانا قاصد المصطلح كابتن عصام الحضري وكابتن امير عبد الحميد دوره في البطولة والمسيرة بتاعت البطولة للأهلي كانت بترسخ فكرة كبيرة قوي، وهي أن النادي الأهلي لن يقف على لاعب. اللي بيسيب النادي الأهلي هو اللي بيخسر وبيخسر كتير قوي، اللي بيكمل وبيحظى بالبطولة هو اللي هياخد اللقطة، هو اللي هيحس بالانتصار. وكان الملحمة بتاعت النادي الأهلي فيها أن هي إثبات فكرة أن النادي الأهلي لا يقف على أحد. وكمان يا احمد على الجانب الاخر فلافيو، انا شايف ان البطوله دي طبعا بداناها بالدور التمهيدي، كان الفوز على التحرير الاريتري 6-0 بنتيجه اللقاءين، وبلاتينيوم بدات بصمه فلافيو في تسجيل هدف. بعد كده المباراه اللي احنا لعبنا فيها طبعا في دور المجموعات كان النادي الاهلي مشواره محدد اهدافه فيه، كان بينتقل النادي الاهلي لمصير متعلق بنادي الزمالك اللي وكأن نادي الزمالك
قدره ان هو في الفتره دي يبقى موجود مع النادي الاهلي في عنفوانه اللي كان. انا شايف ان الفتره دي رسخت احمد مش فكره انتصارات على ورق نتيجه 2-2 او 2-1، لا لا، هي رسخت فكره ان الجاب واسع قوي ومحدش يقدر ينكر ده. يعني انت في تاني بطوله انت البوابه بالنسبه لي، تزيل المجموعه نادي الزمالك وانت بتتكلم في مباراه 2-2 كان فيلافيو وتريكا وسجل فيلافيو هدف، ومباراه 2-1 اللي سجل فيها كابتن احمد حسن وفيلافيو برضه فيلافيو سجل في المباراتين مع بلاتينيوم. ده انا عايز اقول لك مباراه 2-1 دي كان في فاصل زمني بينها ومباراه السوبر المحلي لو تتذكر اسبوع واحد، قدرنا نكسب الزمالك في اسبوع واحد مرتين، كان الوضع مره 2-1 ومره 2-0، وكان الاصعب كمان ان الجول التاني سجله معتز اينو كان ده. انا والله بالصدفه افتكرته احنا بنتكلم كده، الراجل بتاع المكوى اللي كان في التقرير اللي كان قاعد الفتره دي كلها مش شغال. اكيد الاسبوع ده كان قافل. هنيجي بعد كده انت بتتكلم فيلافيو دوره كان مهم جدا، بعد كده النادي الاهلي قدر في البطوله دي يصنع الفارق في النهائي. انا شايف ان مباراه القاهره هنا القطن الكاميروني 2 كان يا احمد من المباريات انا شايف النتيجه كانت تخرج اكبر بكتير جدا، ولكن انا في لقطتين عندي، لقطه كابتن وائل جمعه والاصرار الجرينتا بقى بجد يا جماعه اللي مش بالكلام بس. كابتن وائل جمعه دخل في الكره دي، انت تتخيل ان هو لو كابتن احمد حسن في سكته او اي حاجه، حتى انت اعتقد للحظه ان كابتن احمد حسن هو اللي سجل الهدف، كابتن وائل جمعه داخل، لو انا جبت كابتن احمد حسن في الجون ما عنديش مشكله، انا هسجل. وكان من البطولات اللي كابتن وائل جمعه فيلافيو الهدف الثاني ليه يا احمد، انا بالنسبه لي ده اروع هدف بالراس شاهدته في حياتي دون مبالغه. في هدف لفان باستن شهير بالراس انا شايفه من الاهداف العظيمه، لو دروب كان ليه اهداف كتير بالراس عظيمه، ديدييه دروجبا، ولكن انا شايف ان الهدف ده لفيلافيو بالراس كان ننتقل لهدف ظهره تماما لحارس ده هدف كابتن وائل. احنا عندنا هدفين في اول 14 دقيقه والاثنين كانوا من ضربات ثابته تقريبا، يمكن الكره الثانيه اللي هي لعبها الكابتن احمد حسن عموديه على المرمى وفيلافيو ظهره للمرمى. انا عايز هدف فيلافيو مش عارف معناه ولا لا، فيلافيو سجل الكرة ووشه للمرمى بتاع النادي الأهلي، وأنا بالنسبة لي ده الماستر سين بتاع فيلافيو كلاعب عنده ملكة. رومان بيلي قال لك راسه على رومان بيلي، مش طبيعي. كابتن محمود بكر رحمه الله كان محتار في فيلافيو والله والله كان محتار في فيلافيو وبيسجل ازاي ومنين. المباراة هناك كانت ظروفها صعبة جدا، وإحنا كنا مضغوطين في المباراة جدا بتاعت القطن هناك 2-2، ولكن النادي الاهلي في الاجواء دي انا شايف كابتن وائل جمعه برضو كان له دور عظيم دفاعيا في المباراه. والحقيقه هدف احمد حسن، هدف احمد حسن كان رائع، وفي وقت حسسك ان خلاص انت قد تكون انت مش في افضل حالاتك، ولكن 2-2 برضو انت عايز تخرج بالبطوله. وكابتن اشرف شاكر كان له تعليق انا فاكره وقتها، ان النادي الاهلي بثقافته انا مش هروح اخسر واتوج بالبطوله هناك والبس الميداليات وارفع الكاس وانا خسران. لا، مش النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي هيحقق البطوله 2-2 وهو المتسيد، وهو النادي الاهلي محقق نتيجه ايجابيه خارج الارض. وكان دور الهدف بتاع احمد حسن زي ما انت اتكلمت، بس انا عايز اقول لك برغم الرعب اللي احنا شفناه وتحديدا بعد ما تقدموا 2-1، انا في لقطه حسستني ان انا مطمئن البطوله هناخدها بعد جول احمد حسن، هدف التعادل لفريق القطن الكاميروني. اللاعب طبعا قطع الشبكه، لكن بدل ما يروح ياخد الكره ويروح للسنتر ويلعب على انه يجيب الثاني والثالث، لان 1-1 مش هتنفعه 2-1 مش هتنفعه، لقينا اللاعب بيحتفل مع الجماهير بشكل يديني احاء ان اللاعب ده مش ده مش عقليه البطوله. هو كان بالظبط يا احمد، وعلى فكره كانت دي دوافعها، هو كان سعيد باللقطه بالتسجيل في النادي الاهلي بعظمته وقدره، طموحاتك مش البطوله اللي هو عارف هدف فيلافيو جه مخرجنا عماره. نشوف الهدف وعبقريه فيلافيو في توجيه اللعبه، وفعلا يستحق ان احنا نرجع له حتى جوزيه طبعا. صعب جدا، كان صعب جدا. لا، هدف بالمقاييس الفنيه. انا كنت في المدرج في الماتش ده قلت هنكسب 5، لكن مش طبيعي. انا زي ما قلت لك المباراه كان ممكن نسجل فيها اكتر من كده، ولكن فعلا عبقريه فيلافيو في توجيه اللعبه كانت غير طبيعيه. اللي انا عايز اتكلم فيه ان جوزيه في المباراه الثانيه عمل حاجه يا احمد ناس كتير ما بتقفش عندها وما بتفتكرهاش، وهي فكره الدفع باحمد فتحي. فاكر احمد فتحي في الفتره دي كان مصاب،
كان مصاب قطع خطر أكيليس وكان مصاب فترة طويلة جدا ورجع. أنا لقيت جوزيبي ينزل اللاعب في الوقت ده أجواء صعبة، ولكن ثقته في قدرات أحمد فتحي ومواصفاته الشخصية اللي هو محتاجها، وكمان عقلية جوزيه اللي أنا بالنسبة لي مانويل جوزيه زي ما أنت كنت بتتكلم في فيلم وثائقي الفترة دي يا جماعة، البطولات دي بما فيها جوزيه، أو أنا شايف برضو أن 2013 و2012 لهم علاقة بإرث جوزيه مع الاحتفاظ بكل الاحترام لكل المدربين اللي كان لهم أكيد أدوار كابتن حسام بدري وكابتن محمد أكيد طبعا أكيد. أكيد طبعا ويقدم مجهوده هو في أساس بالظبط اتوجد مع اللاعبين. إرث جوزيه اللي في 2005 حكينا اتعمل ازاي، فطبعا الدفع بأحمد فتحي كانت عندي مفارقة دايما بتستوقفني، انت ازاي في نهائي بتدفع بلاعب غايب كل الفترة دي، ولكن أحمد فتحي أحمد رجولة، وكانت 2018 بطولة عبقرية، 2008 بطولة عبقرية جدا للنادي الأهلي. غبنا شوية طولت يا أحمد لحد ما رجعنا في بطولة 2012. الحقيقه بطوله 2012، بس احنا عايزين بس ناخد احنا لنا فيديو اللي هو فيديو بتاع بعض اللقاءات مع اللاعبين وكابتن احمد السيد، نشوف الفيديو لانه هيدينا لمحه خاصه باللاعبين كان وقتها احساسهم بالبطوله اجواءها. نشوف الفيديو. الف مبروك، الف مبروك للاهلي والف مبروك لمصر كلها. المباراه كانت صعبه النهارده؟ المباراه صعبه طبعا ويعني الحمد لله عملنا اللي علينا وحققنا البطوله، ودي اهم حاجه النهارده. يعني وائل جمعه اصعب لحظات المباراه اللي عدت عليها؟ بدايه المباراه طبعا، خاصه لو كان دخل فينا جول بدري كان المباراه بقت صعبه. الحمد لله ربنا فوز، الحمد لله فوز كبير وبطولة غالية جدا يعني الاهلي بتطلع حياتي الحمد لله، وبعديها طبعا الجمهور العظيم اللي جانا النهارده الحمد لله. الدراسة كانت صعبة النهارده يا احمد؟ الحمد لله صعبة، لكن الحمد لله قدرنا الحمد لله نتقدم وجابوا جولين هم وتعادلنا الحمد لله. شادي محمد كابتن الفريق، الف مبروك الفوز، مباراة صعبة، الكاس كام ده يا شادي؟ الحمد لله مش كام ولا حاجة، الحمد لله يعني ده من اهم الكاسات اللي كنت بتمنى وبحلم ان انا ارجع بيه. الحمد لله انا وفرقتي الحمد لله تعب مجهود اخلاص، هو ده النادي الاهلي، وبقول لجماهير النادي الاهلي في كل مصر الف مبروك عليكم. ثقة اللاعبين اللي في تصريحاتهم واتزانهم النفسي بعد البطولة، على فكرة الاتزان النفسي بعد البطولة اصعب حاجة في الدنيا، اللي وانت وقت ما انت متوج، وقت ما انت بتحس انك في عظمة احساسك النفسي الداخلي، سهل جدا ان تصريحاتك تكون فيها انفلات او فيها تعالي، ولكن ادراك لاعب الاهلي لبطولته. هنطلع لفيديو تاني بنشوف فيه عمرو اديب كان بيتكلم على البطوله دي وازاي ابنه احرجه، نشوف الفيديو. الاهلي هو نموذج لمصر، لو كلنا فكرنا ان احنا عايزين نعمل حاجه هنعملها. النادي الاهلي ما بيعوز يعمل حاجه بيعملها، والجميل انه بنلقى حاجه لعيالنا. يعني تجيب الواد تقول له شفت احنا، قال لي يا دادي ما احنا خدنا بطوله افريقيا، قلت له لا وكمان دي بطوله الانديه، وعلى فكره رايحين بطولة العالم الأندية. قال لي يا دادي وكاس العالم، قلت له كاس العالم كمان إن شاء الله حروه. الواد كده قلبه رافع يزهو طبعا، وأبوه ما بيقولوش أي حاجة عدلة. إنما النهاردة رحت واخد جنبه وكان نفسي، وقال لي بقى سألني سؤال محرج، قال لي يا دادي هو ده النادي اللي أنت بتشجعه؟ قلب المواجع في ثانية. قلت له لا يا حبيبي، ده النادي الأهلي، نادي الأهلي، نادي القرن، القرن بقى التاني ده نبقى نتكلم فيه. واضح ان ابن استاذ عمرو اديب كان بيقصف جبهات قبل اختراع المصطلح، يعني قال له هو ده النادي اللي انت بتشجعه. هننتقل لفتره قلنا ما كانش فيها غاب عننا اللقب، ثلاث سنوات لحد 2012 يعني. بس انا مش عايز اعدي الثلاث سنوات دول يا فارس، لان تحديدا البطوله دي كانت نهائي 2012 كانت مع فريق الترجي، والحقيقه لو عدينا على الثلاث سنوات هنلاقي ان في الدور قبل النهائي في بطوله 2010 خروج واضح جدا بهدف فاضح جدا، وهو إنيرامو لاعب الترجي لاعب بايديه هدف غير طبيعي. يعني طبعا الحكم بعد كده لامبتي اثبت عليه تهم رشوه في مباريات اخرى وتم شطبه مدى الحياه، وكان كل مباراه يكون الظلم الفادح ضد النادي الاهلي بعض الحكام بيتعرضوا لثبوت الرشوه عليهم، لكن كانت المباراه دي لو النادي الاهلي كان واقف عندها وبدا، واحنا في دور قبل نهائي وبدانا نتكلم عن فكره الشماعات اللي نعلق عليها خروجنا من افريقيا، اننا احنا محتاجين خسرنا 1-0، محتاجين نتوقف عند فكره الاخفاقات دي ونرجع لجوهر البطولات ونرجع ل 2008 تاني. هنعمل فلاش باك لازم، لان معانا احد اساطير بطوله 2008 واحد اساطير النادي الاهلي، حامي دفاعات النادي الاهلي والصخره كابتن وائل جمعه. ازاي حضرتك يا كابتن؟ وفي الذكريات دي
ذكراك حاضره معانا يا كابتن وبقوه. مش عارف مين والله بيكلمني، انا ما شفتش، انا ما اتفرجتش على البرنامج مع حضرتك التلفزيون، فما اعرفش مين دي. مع حضرتك والله، مع حضرتك محمد واحمد اسامه. معاك محمد فارس واحمد اسامه، برنامج الاهلي خط احمر. كابتن وائل اهلا بيكم، مساء الخير عليكم طبعا وعلى المشاهدين وعلى كل الناس اللي بتتفرج عليكم طبعا، ويعني سعيد ان انا معاكم. احنا سعداء اكتر يا كابتن. ذكريات بطولة 2008، احنا بنتكلم في بطولات النادي الاهلي في نوفمبر، ولكن بطولة 2008 كان دور حضرتك رائع. احنا بنتكلم عن جرينتا كابتن وائل جمعة في الهدف بتاع النهائي هنا في القاهرة، حتى كابتن احمد حسن كنا بنتكلم في مفارقة انه كان قدامك حضرتك لا ترى الا تسجيل الهدف، ودورك الرائع حتى في مباراة العودة في الكاميرون. حضرتك محتاجين تكلمنا عن الجيل ده وعقلية الجيل ده وإحساس حضرتك ببطولات دوري أبطال أفريقيا اللي غابت عننا بقالها فترة يا كابتن وائل. يعني والله محمد، يعني الفترة دي طبعا كانت من أفضل الفترات بتاعتنا، ومن حيث التركيز ومن حيث اللعيبة اللي موجودة ومن حيث جودة اللعيبة اللي موجودة صراحة، وكنا مجموعة يعني طبعا عارفة هي بتعمل إيه في الملعب، ودي نقطة مهمة جدا إن أنت يبقى معاك في الملعب مجموعة كل واحد عارف قدره وعارف المطلوب منه، ومدرب عارف ايه المطلوب من الفريق وموصل للفريق كل واحد دوره عامل ازاي، والتنظيم المهم جدا اللي كان في الفريق الفترة دي بالخبرات الكبيرة اللي كان فارقها الفريق. فصراحة كانت الظروف كلها الحمد لله متوافرة ان احنا نفوز بالبطولة دي برغم الصعوبة، برغم ان احنا قابلنا فرق جيدة وفرق مستواها متميز جدا، انما الحمد لله كان المجموعة يعني عارفة هي عايزة ايه من المباريات اللي بتشارك فيها. حضرتك كابتن يعني ليك رقم قياسي بحصولك على 6 ألقاب من اصل 8 ألقاب حققهم النادي الاهلي، وده رقم كبير جدا بيتخطى كمان انديه في افريقيا. وحضرتك تعاملت مع 3 مديرين فنيين، يمكن مستر مانويل جوزيه والكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف، واعتقد جيل 2001 مختلف تماما عن جيل 2005. لكن حضرتك في ظل ال6 بطولات دول، من وجهه نظر حضرتك ايه اصعب مباراه او اصعب بطوله حسيت انها جايه بصعوبه شديده جدا؟ بصوا كل مباراه فيهم طبعا ليها فرحتها وفيها البهجه اللي انت ادخلتها على جمهور الاهلي. البطوله دي اصبحت عزيزه علينا جدا جدا، يعني زي بطوله الدوري في الثمانينات والتسعينات على الجمهور، على جمهور الاهلي، فبقت في الالفينات يعني خلاص بقى حلمنا مش الفوز بالدوري على قد ما احنا بطوله دوري ابطال افريقيا دي بقت هي البطوله الكبيره بالنسبه لنا. انما يعني اكيد في لحظات مرت علي انا شخصيا في البطولات كلها. انا لعبت مع النادي الاهلي تقريبا على ما اتذكر 2001 10 بطولات او اكثر من 10 بطولات. البطوله العزب في الـ6 اللي انا فزتهم كانت بطوله 2006 بطوله الصحافتي، للظروف طبعا اللي كانت مع بلانا في الفتره دي، ثم مباراه الترجي 2012. كل واحده ليها طبعا ما يتعلق بيها، يعني مباراه الصفاقسي كان فاينل وتعادلنا في مباراه الذهاب وخلاص الامور حسمت والفريق الصفاقسي احتفل بالبطوله قبل ما نلعب البطوله، وكان علينا ضغوط كبيره جدا طبعا قبل ما نسافر وتحديات كبيره. بطوله الترجي كانت بطوله الشهداء، اتفقنا كلنا ان البطوله دي لازم نديها لشهدائنا، شهداء بورسعيد عظيم جدا قديما اللي اثرت بشكل كبير جدا على الكره المصريه، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله وقدرت ان هي ترجع بالبطوله دي، مع انه كان نفس الموقف اللي تعادلنا فيه في الذهاب برضه، وقدرنا نفوز في مباراه العوده بمباراه بالنسبه لي كانت هي الاجمل اداء ونتيجه في بطولات افريقيا كلها. بالظبط اداء ونتيجه فعلا. كابتن وائل طبعا انا متابع جيد لتحليلات حضرتك، وحضرتك عندك مشكله الفترات اللي كانت قبل الموسم ده مع لاعبي النادي الاهلي وفكره الكواليتي بتاع اللاعب اللي المفترض يكون موجود في النادي الاهلي، وفكره ان الاهلي محتاج يبقى عنده بروجكت تشتغل عليه. جمهور النادي الاهلي متفائل جدا بمجموعه اللاعبين المتواجدين حاليا، وفكر مستر ريني فايلر اللي قام مبكرا ان احنا نحكم عليه بشكل نهائي، ولكن الجمهور متفائل خير. فعشان كده حضرتك حابين توجه رساله للجيل ده ايه من اللاعبين، خصوصا لو حضرتك شايف ان في المقومات اللي تقدر تحقق
جزء حتى من امجاد جيل حضرتك العظيم. يعني انا شايف ان اول حاجه لازم النادي يسعى فيها بشكل كبير هو الجمهور. عوده الجمهور النادي الاهلي بالنسبه لي 60% من التدعيم للفريق. يعني للجمهور وتاثيره القوي ومساعدته على خلق الدوافع وخلق الروح وخلق كل حاجه للنادي الاهلي. احنا كان جزء كبير جدا من انفصاليتنا في الملعب بتيجي بسبب الجمهور والمسانده والدعم الكبير اللي بيقدمونا. فدي نقطه يعني انا اشوف ان هي مفتقده ومؤثره على النادي الاهلي بشكل كبير جدا ومؤثره حتى على المنتخب. يعني اللعب تحت ضغط الجمهور بيساعد اللاعب بشكل كبير جدا وبيساعد شخصيه اللاعب ان هي يبقى عنده تحمل وعنده مسؤوليه وعنده امور كتير جدا. لما يغلط الجمهور هو اللي هيقومه هو اللي هيخليه ما يغلطش. ودي نقطه مهمه جدا ان انت تبقى حاسس بلوم الجمهور ليك وتبقى حاسس بفرحه الجمهور بادائك الكويس. احنا كنا بنتفاعل مع كده انما يعني للاسف رياض الجمهور السنوات الاخيره دي يعني مش عايز اقول وصل للعيبه حاله من البلاده وحاله من عدم الاهتمام. الفريق يخسر تلاقي اللعيبه ما فيش مسؤوليه واللعيب مش في دماغه. يكسب تلاقيه بيتنطط على السوشيال ميديا وفرحان وهنا 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 انما ويخسر عادي برضه بالنسبه له. انما احنا كنا الاول نخسر مباراه يعني بتبقى محزنه بالنسبه لنا. لعيبه تختفي اللعيبه تبقى مش عايزه تشوف جمهورها غير لما تلعب مباراه ثانيه وتكسب وتفوز. فدي النقطه المهمه بالنسبه لنا. رساله واضحه ومباشره وصريحه. مستوى السكواد اللي موجود في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لا الحمد لله الفرقه احسن دلوقتي بكثير. بعض اللعيبه اللي صمت السنه اللي فاتت والموسم ده دخلت في جو النادي الاهلي زي واحد زي حسين الشحات تخلص من الضغوط اللي كانت عليه الموسم اللي فات بشكل كبير. عجاييه الساعات الثقه اللي كانت مفتقده عنده التوظيف بتاعه كمان توظيفه الصح في مركز المهاجم انا اشوف انه كان نقطه مهمه جدا المدرب قدر انه ينجح فيها. بنوان حمدي فتحي واحد من الناس اللي اضافت وغطت عيوب كثيره في الفريق ارتفاع مستوى رمضان يعني وجود علي معلول مع حمدي فتحي مع اكثر من مع احمد فتحي في الفرقه وعوده رامي ربيعه بالنسبه لي واحد من المكاسب الكبيره جدا اللي النادي الاهلي افتقدها لمده سنتين باصابه رامي. رامي انا بعتبره من افضل المدافعين اللي موجودين. ان شاء الله يعني الامور تبقى افضل. احنا محتاجين لسه زي ما بقول دايما راس حربه بمواصفات لافيو. انا محتاج واحد بمواصفات لافيو راجل يقدر في منطقه الجزاء يسجل من انفاق الفرص ويبقى محطه للفريق يعتمد عليها طالما احنا كل الناس اللي بتيجي بتشتغل بال 4 2 3 1 او بالاعتماد على المهاجم الصريح لان احنا دايما بنلعب في منطقه جزاء الهجوم بنسبه 90%. محتاج لاعب تارجت فورورد متواجد دايما ويقدر يخلص الفرص في منطقه الجزاء. بالظبط بالظبط تمام يا كابتن. اعتقد متفائلين كلنا خير ان شاء الله مع النادي الاهلي ان نحقق بطوله السنه دي. بنشكر حضرتك جدا وطبعا تاريخ كبير للكابتن وائل جمعه. شكرا يا فندم انك كنت معانا. انا احمد اعتقد كابتن وائل جمعه انا عايز اقول بس نقطه علشان اعقب على فكره الكواليتي بتاع اللعيبه وشخصيه اللاعب لان دي اللي هتقودنا لبطوله 2012 بالزبط. اللي ما كانش فيها جماهير بل بالعكس كان في بعض السلبيات من بعض المواقف معينه ان كان بعض جماهير النادي الاهلي مش حابه فكره استكمال او لعب النادي الاهلي بعض المرات. يمكن كانت على رصاص السوبر المصري وقتها امام انبي يمكن كمان وقتها النادي الاهلي وصل لمرحله ان بعض المرات كانت بتلعب فتره الصبح مواعيد المباريات الوديه مش بتتقال ولكن كانت الشخصيه اللي اتزرعت زي ما قلنا من 2005 قدرت تتغلب على فكره حتى في غياب الجماهير وفي غياب الدوري واللي هي بطوله برغم ان البطوله زي ما قال الكابتن وائل ان هي بطوله الشهداء يعني كانوا مصرين اداء لشهداء النادي. عشان كده انا سالت كابتن وائل وكان سؤال لا اخشاه في فكره رايه في المجموعه الموجوده حاليا. كابتن وائل كان ليه اراء قويه وصريحه واحيانا عنيفه خلال تحليله في الفترات السابقه اللي النادي الاهلي تراجع فيها في افريقيا جدا حتى. عشان كده انا كان عندي ثقه ان كابتن وائل برؤيته الفنيه هيبقى عارف ان الجيل ده جيل مؤهل جدا للبطولات دي. ايه اللي ناقص؟ كابتن وائل قال الروشتة فيما يخص بفكرة تعامل اللاعبين مع الجمهور والسوشيال ميديا فيما يخص تواجد اللاعبين تواجد الجمهور وفيما يخص نقطة مهمة جدا جدا هي
شكلك الفني وتواجدك الفني وشخصيتك. اعتقد الحاجات دي لو تجمعت مع بعض يا احمد وراس حربه يعني بيقول النادي الاهلي بفتقد راس حربه بقيمه فلافيو والحقيقه، لكن اشد بتوظيف اجايه في المكان ده بالزبط. وهو حل داخل اطار فايلر بيحل في اطار الصفقات المتاحه، وهو اكيد هيبقى عارف بالتأكيد. لو التدعيم في المراكز اللي هو محتاجها تاكيد. ونروح لبطوله 2012 اكيد زي ما قلنا كل بطوله لها مباراه صعبه، ما اعتقد بطوله 2012 هيجي في ذهنك على طول مباراه الملعب المالي، بيتسجل فيك هدف في آخر الوقت هناك في مباراة الذهاب، وبتيجي هنا مباراة العودة وكمان تتأخر بهدف عشان يجي دور الملهم تاجر السعادة محمد أبو تريكة اللي كان درجة حرارته قبل المباراة دي تقريبا بيوم حوالي 39 أو 40، كان غير مؤهل للعب المباراة وبالفعل نزل كتغيير أو كبديل وقدر يحقق هاتريك من الدقيقة 53 للدقيقة 86، مباراة فتحت الطريق لدخول النادي الاهلي. حابب اقول لك حاجه على تريكا لان دي انا سالت فيها كواليس كابتن محمد ابو تريكا مستر مانويل جوزيه اتكلم معاه، فهتقدر تبقى موجود على دكه البدلاء ولا لا؟ وكابتن محمد ابو تريكا قال لزمايله ان هو قال ان هو هيقدر يبقى موجود لانه هو ما قدرش يقول لمانويل جوزيه لا. في احد اللاعبين قال ان السعال بتاع كابتن محمد ابو تريكا ودرجه دور البرد وكحه خلال المحاضره اللي تواجد فيها ابو تريكا كان صوت مانويل جوزيه نفسه مش مسموع منها. يعني انت متخيل اللاعب كان واصل لحاله تعبان فيها ازاي؟ بالتاكيد. فاكيد برضو بطوله 2012 كان الماستر سين بتاع مباراه الملعب المالي والهاتريك اللي سجله ابو تريكه بعد ما تاخرنا بواحد وكان لازم تسجل ثلاث اهداف وقدرنا بالفعل ننتقل لمرحله المجموعات، ودي تقريبا كانت اخر مباراه لمستر مانويل جوزيه في البطوله دي عشان يجي يستكمل الكابتن حسام البدري باقي البطوله. ونروح لدور المجموعات وطبعا تواجد نادي الزمالك في طريق النادي الاهلي اللي جماهير النادي الاهلي بتتفائل بتواجد نادي الزمالك، كل بطوله بنواجه فيها نادي الزمالك بنقدر نحقق لقب البطوله، وربما المباراه الوحيده اللي خسرناها في تاريخنا امام نادي الزمالك كانت مباراه السوبر الافريقي وكانت لها ابعادها وظروفها، والحكم اللي كان بيدير المباراه باتريس متابيلا اللي تم بعد كده برضه اثبات التهمه عليه في مباراه اخرى في 2004. النادي الزمالك في المجموعه دي كان بيمر بظروف هي الاصعب في تاريخ نادي الزمالك في دور المجموعات، يمكن من ست مباريات ما قدرش يحقق غير تعادلين فقط لا غير، طلع بنقطتين بالظبط، طلع بنقطتين. والنادي الاهلي قدر يصعد بعد كده للدور قبل النهائي عشان زي ما حضراتكم شايفين ده هدف مهم جدا، وهو هدف بركات اللي بيحافظ بيه بركات على سجله خالي من الهزائم في مباراه القمه امام الزمالك. كان الزمالك متقدم 1-0 والهدف ده غير مسار النادي الاهلي، كان بدل ما يقابل الترجي في الدور قبل النهائي قابلنا سانشاين لاننا صدرنا البطوله وحافظ على سجل بركات زي ما قلنا امام الزمالك بلا هزيمه. وده مش بركات بس اللي عمله، الكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه برده كان سجله خالي من الهزائم امام نادي الزمالك، وصعدنا عشان بعد سانشاين تعادلنا بره 3-3 ورجعنا فوزنا هنا بهدف لجده عشان نلعب المباراه النهائيه، ودي المباراه اللي كان لازم يكون فيها رد داخل الملعب على ايد انرامو اللي خرجتنا من الدور قبل النهائي. انا مش قادر انسى ايد انرامو، وكان لازم نقف عندها لان انا كنت برغم ان ايد انرامو دي خطا تحكيمي فادح لكن كنت شايف اننا نقدر واحنا ناقصين واحد اننا نكسب، لكن كان وقتها في عصبيه ونرفزه انتقلت للعيبه قدرنا نتغلب عليها تماما في 2012 بعد تعادل هنا 1-1 كنا متاخرين 1-0 وقدر السيد حمدي يسجل هدف التعادل عشان نلعب المباراه النهائيه في رادس. وطالما قلنا رادس لنا ذكريات كتيره مع رادس، قدرنا نسجل هدف لجده ده طبعا هدف السيد حمدي كان في دقيقه 86. انا كنت معترض جدا على السيد حمدي وشوف شخصيه احمد فتحي وهو بيشده احنا بنتعادل، مش ده مش احتفال تعادل، لكن قدر السيد حمدي يلعب وقتها مباراه رائعه هناك في تونس وكانت مفاجاه جدا ان برقات وبوتريكا وعماد متعب الثلاثه كانوا قاعدين دكه في 2012، ولكن كان عندنا اصرار كبير جدا ان فعلا لعيبه تهدي البطوله الشهداء وقدرنا نسجل هدف ثم هدف وليد سليمان اللي اشعرنا بالاطمئنان، وكمان ابوتريكا كابتن ابوتريكا ضيع ركل الجزاء في اخر الوقت. بس هي المفارقه ان الناس بيعلق في ذهنها ان كابتن ابوتريكا احتياطي فكان دوره في البطوله دي، لا كابتن محمد ابو تريكه في البطوله دي احمد هو هداف النادي الاهلي في البطوله ست خمس اهداف ست اهداف ودوره في مباراه الملعب المالي وصناعته الهدف ومحمد ناجد في خمس المباراه النهائيه لكابتن سيد حمدي. انا عايز اقول لك تصريح نبيل معلول طبعا كان عامله لقطه جميله جدا في مباراه الذهاب، جابوا الورد في المدرج الفاضي مدرج الشهداء، كانت حاجه محترمه جدا من نبيل معلول بالزبط. والاهم بقى لما يكون مدير فني بيعترف بفكره لا اتجه لتحكيم ولا اتجه لاخطاء ولا اتجه لحاجه، قال لك
الترجي ما جاش الملعب النهارده. كابتن نبيل معلول فرادس قال لك الترجي ما جاش الملعب النهارده، مبروك للنادي الاهلي، وعايزين نقول ان الكابتن حسام غالي عمل مباراه العمر، ودي بالفعل ايقونه الكابتن حسام غالي مع النادي الاهلي، لدرجه ان طارق دياب نجم التونسي السابق قال له انت افضل خط وسط في افريقيا حاليا. يمكن نبيل معلول قبل المباراه كان بيسال عن حسام غالي مستواه اخباره ايه، بيحضر التدريبات ولا لا، وحسام غالي او كابتن حسام غالي كان في الموعد وقدم مباراه اسطوريه. يمكن في لقاء او يحكى عن كابتن حسام غالي دخل اوضه اللبس، يا رجاله البطوله دي لازم هنموت عليها، دي بطوله الشهداء ودي الروح اللي بنتكلم فيها، وبكى وما كملش كلام. كابتن ابو تريكه قال لك نزلنا الملعب مش عايزين غير ان نحقق البطوله، وبعد الجول الثاني ابو تريكه نازل لفارس، فابو تريكه عينيه مرغرغه شوف حسام غالي، قال له ما خلاص يا ابني جبنا الثاني خلاص والبطوله خلصت، ودي كانت بطوله الشهداء وتنقلنا لبطوله 2013 بطوله اخرى بظروف اخرى وبرضه فيها ملابسات اخرى. وزي ما بنتكلم في الملابسات وزي ما احنا بنتكلم في الحاجات اللي كان في مسانده منها والحاجات اللي كانت مؤلمه لينا حتى خلال البطوله، زي ما كابتن حسام البدري كان ليه دور رائع في بطولة 2012 في مباراة دور ال 16 قدام البنزرتي، كابتن حسام بعد التعادل في تونس 0-0 فجأة بيرحل على الفريق، حتى لو بيتم في آراء مختلفة في الموضوع ده إن كان في معرفة برحيله، ولكن إدارة النادي الأهلي في الوقت ده طلبته بالبقاء وهو ما لم يفعله كابتن حسام البدري. ولكن النادي الأهلي بيجي كابتن محمد يوسف أحد أبنائه المخلصين وبيتولى المهمة، وطبعا بنصعد وبنكسب البنزرتي هنا وبنروح المجموعات وبنروح بقى دور المجموعات شويه بدور المجموعات. دور المجموعات هنا كان كنا بنلعب المباريات في الجونه الخاصه بينا، كان معانا الزمالك ومعانا اليوبار ومعانا اورلاندو. للاسف يا احمد انت بتتكلم في هزيمه من اورلاندو على ملعبك 3-0 وده اثرت عليك جدا وكادت ان تفقدك البطوله، على ملعبك بتخسر 3-0 في اجواء كل الفنيين في الوقت ده يا جماعه احنا بنرجع للحظات صعبه جدا، البطولات دي كانت مراحل معاناه ما كانتش حاجه سهله ابدا، كان الفنيين بيتكلموا ان الفرق الافريقيه استفادت اكتر بكتير من جدا من ملعب الجونه اكتر من الفريق المصري، درجه الحراره وتعودهم على الملاعب الغير ممهده، وكان النادي الاهلي بيعاني، حصد في نقطة أول مرتين نقطة الزمالك فقط، نقطة الزمالك فقط أول ثلاث مباريات في الدور، لا الدور المباراة الثالثة في المباراة الثالثة المباراة الثانية هي دي المباراة الثانية، لكن المباراة الثالثة وهي دي كانت صعوبة المباراة الثالثة، مباراة ليوبار مباراة صعبة جدا، تعادلت أول مباراة انهزمت مباراة على ملعبك 3-0، يمكن كابتن اورلاندو راح لابو تريكا وقال له المره دي انتوا بره، فابو تريكا قال له نتقابل في النهائي، ودي كانت ثقه غريبه جدا. حسام عاشور وهو بيحكي بيقول لك هو ابو تريكا بيقول ايه احنا مغلوبين 3، إن المشكله مش في كده، انا حاسس النهائي اصلا ليوبار راح النهائي عشان يبقى الوعد ده اورلاندو يعني. راح النهائي فروحنا نلعب ليوبار، وبالفعل بتحدث برضو كانت دي مباراه عنق زجاجه بالفعل في البطوله دي، لكن اسيست من تريكا لوليد سليمان بيجيب هدف بسميه هدف انتحاري، حارس المرمى دخل في كابتن وليد سليمان تقريبا خلاه ضرب شقلبزين في الهواء وقع على ظهره، كان هدف انتحاري، لكن كان في دور رائع جدا لشريف اكرامي او كابتن شريف اكرامي بالتصدي لركله جزاء كانت ممكن تطيح بالنادي الاهلي خارج البطوله، زي ما حضراتكم شايفين دي ركله جزاء والنتيجه 1-0 بعد تقدم الاهلي وليد سليمان، لكن طبعا كابتن شريف اكرامي بيحافظ على امال النادي الاهلي عشان نطلع من البطوله دي او من مباراه عنق الزجاجه دي فايزين 3-0 ونعيد تاني النادي الاهلي لفكره زي ما شايفين تصدي رائع 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 في مباراه صعبه جدا في ظروف صعبه جدا قدرنا نحقق الفوز ثلاث نقاط. لكن هو كان الاكثر معاناه في البطوله دي برضو الزمالك، لان انت 2005 نصف النهائي الزمالك، 2008 برضو الزمالك، 2012 2013 ويخرج حد بعد كل ده يقول لك احنا اصل كنا عايزين الاهلي في مجموعتنا، بس هم قالوا حاجه مهمه جدا كانوا دايما يقول لك على مدار التاريخ مجموعات النادي الاهلي دايما بتكون الاسهل، فما اعرفش يعني ايه يعني على مدار التاريخ الاسهل اهو فعلا بالظبط. فاحنا بنتكلم طبعا دور كابتن كمان محمد ابو تريكه في البطوله دي لازم نوثقه، هو سجل في الزمالك في المباراتين وكمان ابى ان قدام اورلاندو بيسجل في الذهاب وبيسجل في العوده، والغريب ان دي كانت السنه اللي اعتزل فيها كابتن محمد ابو تريكه، خرج من الباب الكبير وباب كبير ده احسن لاعب في افريقيا داخل افريقيا في 2013، طبعا حاجه على طريقه اساطير النادي الاهلي. كانوا بيطالبوه بالاعتزال في 2008، لكن عايز اقول حاجه بالنسبه لشهر نوفمبر، لان شهر نوفمبر زي ما الكوره يعني فتحت لنا تاريخها اعتقد في بعض الاوقات
بتدينا الكره ظهرها. وده حصل سنه 1984 وقع على السريع كده النادي الاهلي كان ممكن في 84 في شهر نوفمبر يحقق بطوله ابطال الكؤوس، لكن انسحب اهلي طرابلس قدام النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي بعد كده في شهر ديسمبر مع كانون ياوندي. اعتقد لو اتحاد الكره الافريقي زي ما البعض كانوا بيشير ان هو بيجامل النادي الاهلي، اعتقد كان المفروض ناخد البطوله دي بعد انسحاب الفريق المنافس ليك في النهائي. بما اننا يا احمد وثقنا للخمس بطولات، فلازم خلال التوثيق ده نذكر الاكثر لاعبين تسجيلا للاهداف في الخمس بطولات. كان كابتن محمد ابو تريكه 54 هدف، ده المشاركه كابتن محمد ابو تريكه الاكثر مشاركه 54 هدف بالتساوي مع كابتن حسام عاشور 54 مباراه، كابتن وائل جمعه 49 مباراه، كابتن محمد بركات 41 مباراه، وكابتن عماد متعب 40 مباراه. وعلى المقابل هدافه الخمس بطولات محمد ابو تريكه 25 هدف، عماد متعب 18 هدف ده في الخمس بطولات بس، محمد بركات 11 هدف، امادو فيلافيو 8 اهداف، اسامه حسني 6 اهداف. واعتقد دي تكون ختام الفقره التاريخيه. اعتقد عشنا معاكم اجواء خمس بطولات، نتمنى ان شاء الله البطوله الحاليه نكون برضو بنحكي عنها حكايات في المستقبل. نطلع فاصل ونرجع على فقره ريمونتادا. ورجعنا لكم وفقرتنا ريمونتادا. ريمونتادا المره دي صغيره شويه، لان في حضره بطولات النادي الاهلي وعظمتها الرد على المنافسين اهميته بتتضاءل، ولكن ما نقدرش نعدي تصريح كابتن احمد سمير فرج ان 2009 الدوري اللي خسره الاسماعيلي امام النادي الاهلي في مباراه فاصله كانت خساره بفعل فاعل، وكان الدوري كله تغاضينا عن ملابساته اللي محتاجين نتكلم فيها. عايزين يا احمد نقف ونرد عند النادي الاسماعيلي الاول، هل ادير بحجم النادي الاهلي ادير بيه ولا لا؟ عايزين نستعرض الاسماعيلي نفسه تحكيميا استفاد من ايه في الموسم ده قدام النادي الاهلي في مباراه مباشره اللي هي المباراه اللي كانت قبل المباراه الفاصله اللي خاضها النادي الاهلي امام النادي الاسماعيلي. الهدف اللي سجله النادي الاسماعيلي وفاز بيه على النادي الاهلي كان من ركله ركنيه غير صحيحه، ما فيهاش اي حاجه يا كابتن احمد سمير. والغريب المفارقه ان انت نفسك بطل اللقطه، يا سبحان الله، يعني انت نفسك اكتر واحد مدرك ان انت سجلت هدف فزت بيه لولا ما كنتش رحت اصلا للمباراه الفاصله، وهو لم يكن من حق النادي الاسماعيلي. كمان قدام المصريه للاتصالات النادي الاسماعيلي دي لقطه الضربه الركنيه، تأكيد على ان الركنيه مش ركنيه ما فيهاش اي حاجه. قدام المصريه للاتصالات النادي الاسماعيلي استفاد بشكل واضح من هدف ملغي للمصريه للاتصالات. لو شفنا الهدف، هدف غريب جدا الغائه وغير مفهوم، الاعاده هتبين لنا. اللاعب بتاع المصريه للاتصالات كان متغطي بمسافه كيلو. واضحه جدا 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 متغطي في فدان. الهدف ده ألغي بداعي التسلل. كل اللقطات دي يا كابتن أحمد حضرتك لو ما جوملتش فيها تحكيميا أو ما كانش حصل خطأ على افتراض حسن النوايا، حضرتك ما كنتش هتبقى موجود في المباراة الفاصلة إطلاقا اللي الإسماعيلي أصلا ما كانش له ظهور فيها. ولكن حضرتك بما إنك توقفت عند مباراة الجيش وإن النادي الأهلي استفاد تحكيميا، أحمد هيستوضح لكم هل النادي الأهلي بقى استفاد ولا لأن مؤكد إن أنت استفدت. هو بس الفكرة كلها إن أي خطأ من دول كانت حسب صح، عايز أقول إن كان الدوري انتهى بدون مباراة فاصلة، والنادي الأهلي كان متقدم الدوري ده وسابق بكتير جدا، ولكن تقهقر في بعض المباريات. الفكرة كلها إن المصرية للاتصالات بسبب الخطأ التحكيمي اللي قدام النادي الإسماعيلي في الدور أو في الدور اللي هو قبل المباراة قبل الأخيرة هبط، لو كان حقق الهدف ده كان هيبقى في الدوري، يعني أدير بشكل قوي جدا. تخيل فريق بيهبط تقريبا ما صعدش تاني المصرية للاتصالات. لكن تعالوا بقى للجانب الاخر هو النادي الاهلي. النادي الاهلي اتظلم تحكيميا في الدوري ده اللي كان ممكن يتحسم طبعا، بما ان الاسماعيلي استفاد من الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي والاسماعيلي الركنيه، كمان في مباراه الاهلي وانبي النادي الاهلي متقدم 3-1 وركله جزاء واضحه وصريحه لمحمد بركات، الحكم كان وقتها محمد فاروق، وطبعا ما اتحسبتش ركله الجزاء، انتهت المباراه بالتعادل 3-3 عشان يفقد النادي الاهلي نقطتين. لكن الحقيقه الكابتن احمد سمير فرج اتكلم قال ان في اخطاء تحكيميه وارده كتير، لكن لو في خطا تحكيمي
بيبقى بشبه التواطؤ الامر بيختلف. يعني هو قال لك اه وارد ان احنا نستفيد تحكيميا، وارد الاهلي يستفيد تحكيميا الا لو في شبه التواطؤ، واشار ان الكابتن ريشه ان كان في شبه التواطؤ في عدم احتساب هدف كابتن محمد ابو تريكه فاول. لكن الحقيقه ان في حكم اخر ادار مباراه للنادي الاهلي، هو الحكم الاسماعيلاوي السيد فتحي، وهي مباراه الاهلي والشرطه، تحامل على النادي الاهلي بشكل غير طبيعي جدا. مشجع الاسماعيلاوي وليس مشجع الاسماعيلاوي اللي كان بيحكم، عدم احتساب هدف صحيح لفلافيو، عدم احتساب هدف صحيح لفلافيو، دي ركله جزاء لمحمد ابو تريكه غير محتسبه، وكمان ايه انذار على سيميليشن، وكمان يعني اي حد في اي حكم هيحسب دي ركله جزاء لصالح محمد ابو تريكه. لكن هو كان عادي جدا وبهدوء اعصاب طبعا وبهدوء اعصاب. اما ده بقى يعني المفروض اذا كنا بنتكلم في القيل والقال في ركله الجزاء، فده في لافيو يا جماعه اللي هو رقم 2 في لابس احمر في منطقه الجزاء، متغطي طبعا زي ما قلنا برده ب 2 كيلو وبيسجل الهدف، ومع ذلك بيتم كل اللقطات دي اسهل تحكيميا من مباراه الطلائع. لا وكره ثابته طبعا، يعني سهل جدا لدرجه ان مانويل جوزيه قال لك انت كل شويه صفاره صفاره، لكن الصفاره دايما كانت ضدنا، وكانت في صفاره اخرى باحتساب ركله جزاء على امير عبد الحميد في المباراه دي، انهت المباراه لصالح الشرطه 1-0. لكن فلو المباراه دي انتهت بشكل طبيعي، والحكم اللي طلع بعد كده ببرنامج اسماعيلاوي في المباراه الفاصله وقال لك انا طبعا بتمنى النادي الاسماعيلي هو اللي يحقق الفوز، انا مشجع اسماعيلاوي، انا بتشرف ان انا بنتمي للنادي الاسماعيلي في نفس الموسم بالظبط، فلو في اي شبهه تحكيم ده قبل المباراه الفاصله بيوم اصلا، فلو في اي شبهه مجامله تحكيميه فاعتقد هو الحكم السيد فتحي. لكن لو كابتن ريشه، لا كابتن ريشه كان ممكن في ركله جزاء لجيلبرتو واضحه جدا، لو هو عايز كان يجامل النادي الاهلي على الاقل كان يداله حقه اللي هي ركله جزاء جيلبرتو داخل ال 18. ده مش كده وبس، كابتن ريشه اصلا تاريخه مع النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي زي ما شايفين حضراتكم ركله جزاء واضحه وقدام عينيه، يعني هو قريب منها 2 متر تقريبا الكابتن ريشه. لو هو عايز يجامل ما حسبش دي ليه؟ يعني هو ده السؤال اللي ممكن بنساله الكابتن احمد سمير. يا كابتن احمد سمير، لو الكابتن ريشه عايز يجامل النادي الاهلي ما حسبش دي ليه ركله ترجيح؟ السؤال الثاني ان الكابتن ريشه اصلا تاريخه معانا فارس كان هيخسرنا بطوله الكاس، يعني هو هنا كان هيخسرنا بطوله الدوري مستحقه، كان كمان هيخسرنا بطوله الكاس، وبرده امام النادي الاسماعيلي كانت 2003، كان وقتها الكابتن اسلام الشاطر لسه في الاسماعيلي وعمل ركله جزاء. لو كابتن اسلام الشاطر نفسه هو الحكم كان حسب على نفسه ركله جزاء ضد اسامه حسني، كانت ممكن تطيح بالنادي الاهلي في نهائي كاس مصر، لكن قدر النادي الاهلي يوصل لركلات الترجيح بعد ما كان متقدم. وكمان الهدف اللي تعادل بيه الاسماعيلي في وجود الكابتن ريشه كان من خطا واضح جدا على حمص، ادي ركله الجزاء لو كابتن اسلام هيحاسبها ركله جزاء. لا واحنا بنتغاضى كمان مباراه طلائع خلصت كام؟ ده ما فيش حد بيذكره. ده انا عايز اقول لك ان احنا اصلا ما كناش محتاجين نوصل لمباراه الطلائع، يعني عدد نقاط مباراه الطلائع ما كناش في حاجه دي. لو استفاده الاسماعيلي مقارنه الموسم ده تحكيميا فاضح، يعني مش من المواسم اللي حد يقدر يتكلم فيها عن اي حتى اخطاء لصالح النادي الاهلي. يعني يا كابتن احمد سمير حضرتك محتاج تراجع نفسك جدا في تصريحك ده، وان كان حضرتك بيكون لك تصريحات متزنه اخرى، انت نفسك في عز الصراع على البطوله ما بين بيراميدز والزمالك، كنت حضرتك شايف ان النادي الاهلي بيحسم البطولات بشكل مختلف. نقدر نشوف الفيديو لو حضرتك بتتكلم عن الوقائع اللي كانت خاصه بالتحكيم فاحنا ردينا عليها، ولو على رؤيتك للنادي الاهلي فحضرتك رديت على نفسك يا كابتن احمد، ولك كل الاحترام مننا، واكيد النادي الاهلي بطولاته مستحقه. لا ده كمان له تصريحات، يعني كان طبعا حلقه كبيره جدا، وكان الكابتن احمد سمير تقريبا بيعمل تصريحات مثيره للجدل. طبعا اتكلم عن فكره عضو مجلس اداره اتحاد الكره اللي قعد معاه في 2012، برغم ان النادي اللي هو عبد الله سعيد، برغم ان عبد الله سعيد كان لاعب في الاهلي وقتها في المباراه، وبرغم ان اتحاد الكره كله اقيل يوم 2 فبراير، يعني ما كانش فيه تواجد خالص. والاهم كمان هو احمد سمير فرج راح فين؟ ده راح نادي الزمالك. طب راح نادي الزمالك في شهر كام؟ باعترافه هو نصيا في شهر مارس. يعني مش بس كده، كانت القائمه بتاعه الزمالك مقفوله، طلعوا احمد حسن ودخلوا مكانه احمد سمير فرج، يعني بتعمل استبدال وكمان في توقيت غير توقيت الانتقالات الرسميه، وجاي بيتكلم عن فكره ان انا قعدت مع احد اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم عشان يوجه النادي الاهلي، والحقيقه ما حصلش، والموضوع ده تاريخي جدا، ورجعوا لواقعة زكي عثمان وكابتن ياكن حسين، وكابتن ياكن حسين في واقعه شهيره جدا لما الكابتن حلمي زاموره كان مدير المنتخب خطفهم كده من النادي الاهلي، وكان عبد البقال رايح، الكابتن عبد البقال رايح عشان يسجلهم للنادي الاهلي، قال له خلاص الموضوع عندنا، واغروا اللعيبه بانك هتلعب في الزمالك اساسي وبالتالي هتلعب في منتخب مصر. لو بنتكلم عن استغلال مناصب وقيادات اعتقد الموضوع بعيد تماما عن
كل من ينتمي للنادي الأهلي. يا كابتن أحمد دي كانت آخر حلقتنا النهاردة أو آخر فقرتنا النهاردة، سعدنا بيكم ويا رب دايما كده متجمعين على حب النادي الأهلي، وسيظل النادي الأهلي خط أحمر. نشوفكم في الحلقات الجديدة، سلام.